السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور هشام المنجي، أستاذ مساعد هندسة الحاسب والنظم جامعة اسكندرية. نكمل مع بعض مادة Distributed Systems and Net-Centric Computing، شغالين من الكتاب Distributed Systems بتاع مارتين فانشتين وأندريو تاينباوم. بدأنا في الأول خالص في المنهج لما شرحنا يعني إيه Distributed System، وقلنا It's a collection of autonomous computing elements that appear to its users at a single coherent system. اتكلمنا في الأول خالص an introduction على distributed systems وأنواعها. بعد كده هو بدأنا اتكلمنا على architecture بتاع distributed systems، سواء hardware سواء software سواء middleware. بعد كده اتكلمنا ازاي هيحصل implementation لل different processes اللي موجودة، سواء clients سواء servers سواء peers أو servants. اتكلمنا بعد كده هو على communication between the different nodes والcommunication models المختلفة اللي موجودة. وفي شابتر 5 اتكلمنا على النيمينج، والنهاردة احنا هنتكلم على الكوردينيشن. لما نيجي نتكلم على الكوردينيشن، الكوردينيشن الحقيقة في كلمة تانية مرتبطة بيها ويمكن تيجي على طول لذهن الواحد، ألا وهي synchronization. Synchronization عبارة حاجة من اتنين، يا إما process synchronization يا إما data synchronization. Process synchronization when a process is waiting for some event that will happen عند process تانية، هنبقى منتظر جواب من process تانية، message تكون جاية لي منها. Data synchronization لما أقول عندي two sets of data وعايز أعمل synchronization ما بينهم، يبقى أنا أكيد عايز I want to make sure إن هم ليهم نفس ال values، وليكن عندي replica وعايز أخليهم consistent مع بعض. لما يجي أتكلم بقى على كلمة coordination، ألاقي إن الجول بتاعها is to manage the interactions and dependencies between the activities in a distributed system. To manage the interactions and dependencies between the activities in a distributed systems. بمعنى إن coordination encapsulates synchronization. Coordination encapsulates synchronization. وعشان كده مش هنتكلم بس على synchronization، احنا هنتكلم على synchronization وعلى timing وعلى ازاي يحصل عندنا mutual exclusion بعد كده هو، بس هنتطرق كمان ان احنا مثلا نتكلم لو عايزين نعمل leader election ازاي نعمل election مثلا. هنبدأ اول حاجة نتكلم على clock synchronization. هو حتى clock محتاجين نعمل لها synchronization؟ هقول لك الحقيقة in a centralized system انت عندك centralized server كده هو، ممكن تقول له هي الساعة كام، هيقول لك وهتسمع كلامه كلنا، كأن الساعة بتاعته هي الساعة بتاعتنا كلنا. ولكن in a distributed system وعندنا an autonomous computing element كل واحد فيهم له الكلوك بتاعته، فأنا ما عنديش a notion of a global clock. عدم وجود notion of global clock ده يعمل لي بعض المشاكل. لو بصينا مع بعض على المثال اللي موجود على الشاشة قدامنا هنا، هو بيتكلم على الميك بروجرام في اليونكس. الميك بروجرام بنستخدمه لما يكون عندي project كبير وعايز اعمل له compilation، ومش عايز اكمبايل كل الفايلز مع كل تغيير، يا دوبك السورس فايل اللي اتغير بس هو ده اللي يحصل له compilation، وبعد كده يتعمل له linking مع بقية البروجكت، ما يبقاش عندي مثلا مليون فايل والفايلز دي كلها يحصل لها compilation كل مرة. طب ازاي الميك فايل دوت بيشتغل؟ بيقارن التايم ستامب بتاع السورس كود مع التايم ستامب بتاع الاوبجكت كود. لو لا الاوبجكت كود كرييتد بعد السورس كود، طب يفترض ان السورس كود ما حصلش تغيير فيه من اخر مره ات واز كومبايلد، فبيسكيب الفايل دوت ويروح ايه للسورس فايل اللي بعديه عشان يعمل له عمليه كومبايليشن. طب هو دلوقتي بيقارن ايه؟ بيقارن تايم ستامبس بينها وبين بعض. لو جينا بصينا على المثال اللي عندنا احنا هنا، هو بيفترض ان الاديتور اللي بكتب بيه السورس كود، الاديتور دوت شغال على ماشين والكومبايلر كان شغال على ماشين تانية، وكل ماشين من دول لها its own notion of the time. فمثلا time according to the local clock في المرحلة هنا هوت output.c was created at some time والobject code was created at some other time، وبسبب ان مفيش clock synchronization وان كل واحد ماشي بدماغه بالساعه بتاعته، فالميك فايل هيبص كده وهيلاقي ان الاوبجكت كود هنا هوت ات واز كرييتد بعد
الاوتبوت دوت سي ما اتعمل هنا 2143 تايم ستامب وهنا 2144، فيقول ان السورس كود دوت ما اتغيرش، في حين ان بجد في الحقيقه تمام الشاشه قدامنا مبينه لنا التايم من الشمال لليمين، يعني هنا هوت ال 2142 هي بجد 2144 على الماشين الثانيه، في اوفست كده باتنين بينهم وبين بعضيهم، فيبقى انت غيرت في الملف ولكن الكلام دوت مش هيبان لنا بالنسبه للميك فايل. حته الكلوك سينكرونايزيشن ديت حاجه مهمه جدا موجوده عندنا في الديستريبيوتد سيستم. فشوفنا مع بعض ان الكلوك سينكرونايزيشن دي حاجه مهمه. طب ازاي هنعملها؟ قبل ما نشوف هنعملها ازاي، تعالوا نشوف هو يعني ايه تايم اصلا. الناس بتوع الفلك هم اللي بدأوا وقالوا ان احنا هنزين نقول نقيس اليوم، وقالوا ان دوت هيبقى عبارة عن لو جينا بصينا الشمس وهي في اعلى نقطة في السماء النهاردة وبكرة، يبقى الفترة الزمنية دي تسميناها يوم، واليوم 24 ساعة والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، يبقى هي الثانية عبارة عن ايه؟ يشوف لك المسافة ما بين ان الشمس تبقى في نفس المكان في اعلى نقطة مرتين ورا بعض، ويقسم الكلام ده على 86400 اللي هو عدد الثواني في اليوم ده، ويبقى المسافة الصغيرة ديت هي اللي سميناها ثانية. ولكن الحق ان الفترة ديت ما هياش ثابتة، لان الارض ما بتدورش بنفس السرعة ويحصل فيها اهتزازات، يعني بيحصل short term variations كده هوت، وعشان كده هوت يعني بقى عندنا حاجة اسمها mean solar seconds، يعني هنكرر العملية ديت ايه وناخد الافريج بتاعها، فكان عندنا حاجة اسمها mean solar seconds. بعد كده الناس الفيزيست جم وقاسوا لنا التايم عن طريق ذرة السيزيوم، قال لك ان ذرة السيزيوم ديت بيحصل فيها شوية oscillations، وقال لك يبقى عندنا عدد معين من الترانزيشنز بتتعمل، يبقى كام ترانزيشن بتتعمل في الفترة الزمنية الثانية ديت؟ اه لما عدد الترانزيشنز دوت يعدي يبقى ديت الفترة ديت اسمها ثانية. ده معنى كلمة ثانية، بحيث ان الساعة الذرية اللي هي باستخدام السيزيوم ديت كانت فيري اكوريت، ما بتتغيرش تمام زي تغيير الايه حركة الارض ديت. ولكن هل دايما كل الساعات هتبقى ساعات ذرية؟ الحقيقة لا، مش كل الساعات بتبقى ساعات ذرية، عادة معظم الساعات اللي بنشتريها كده هو بيبقى ايه، بيبقى فيها كريستالات كوارتز مثلا، كوارتز ديت برضو بتعمل اوسيليشنز، وحتى كمبيوتر سيستمز، يعني كمبيوتر سيستمز معظمها بيبقى جواها عندها طريقة فيزيكالي ان هي تكيب تراك وذ تايم. والحقيقة الطريقة ديت هي الشاشة سودة ليه؟ كل كمبيوتر جواه سيركت فور كيبينج تراك اوف تايم، والحقيقه احنا بنسميه كلوك مع ان هو بجد اتس تايمر اتس نوت ا كلوك. يعني ايه؟ يعني الكمبيوتر عاده بيبقى جواه كريستال كده هوت، كوارتز كريستال بتعمل اوسيليشنز بفريكوانسي محدده، ويل ديفايند فريكوانسي بتبقى موجوده، بيبقى السيركت دوت بيبقى جواه اثنين ريجسترز، ريجستر منهم عباره عن ايه، بيقعد يحصل له ديكريمنتنج مع كل اوسيليشن من الكلوك، من كل اوسيليشن من الكريستال ديت. لما يوصل لزيرو ايه اللي بيحصل؟ لما يوصل لزيرو هو انا كده مش شغال، وهل كل الساعات اللي موجوده ساعات ذرية؟ الحقيقة لا، يعني هي الساعات عادة اللي بنشتريها بيكون جواها كوارتز، والكوارتز ده بيوسيليت بفريكوانسي محددة، يعني حتى جوه الكمبيوتر سيستم عادة بيبقى فيه سيركت كده هوت عشان يقدر يحسب الزمن،
وبنسميها الساعه بتاعت الكمبيوتر. هي بجد ما هيش ساعه، هي عباره عن تايمر. السيركت عباره عن اثنين ريجستر، ريجستر فيه قيمه معينه، والقيمه دي بيحصل لها ديكريمنتيشن، تفضل تنقص كل مع كل اوسيليشن من الكريستال ديت. الريجستر دوت بينقص بواحد مع كل اوسيليشن كريستال من الكريستال، الريجستر بينقص بواحد. لما يوصل لزيرو بيحصل انتربت للبروسيسور، وبيحصل له ري انيشاليزيشن من الفاليو اللي موجوده في الريجستر الثاني. الريجستر الثاني دوت بنسميه هولدنج ريجستر، والريجستر الاولاني اللي بينقص دوت ده اتس كاونتر. فالكاونتر دوت لما بيوصل لزيرو ايه اللي بيحصل؟ بيعمل انتربت للسي بي يو. يجي احنا بقى جوه السي بي يو دوت مع كل انتربت بنسميها كلوك تيك. مع كل انتربت يحصل لنا بنسميها كلوك تيك. طيب دلوقتي لو انا على كمبيوتر واحد خلاص انا بقى عندي فيزيكالي بقى عندي كلوك تيكس بتاعتي. طب لو احنا مالتيبل سي بي يوز، لو انا عندي مالتيبل سي بي يو وكل سي بي يو بقى لو تيكس بتاعته، كل سي بي يو لو كوارتز، هي اللي بتعمل له، هي اللي بتخلي الكاونتر دوت ينقص. هل الكوارتز ديت ليها نفس الفريكوانسي؟ لا، ملهاش نفس الفريكوانسي. فبالتالي as soon as multiple CPUs are introduced each with its own clock، تمام، المشكله بتتفاقم عندي. It's impossible to guarantee that the crystals in different computers they all run at the same frequency. ومن هنا الساعات نبدا نقول ان the clock عندي clock skew problem، وان الساعات ديت ما هياش ماشيه بنفس الوقت. بنقول sometimes we simply need the exact time، انا محتاج الوقت. فعشان كده حل كان موجود لو انا عايز اعرف الوقت قد ايه بالظبط، راحوا اخترعوا لنا حاجه سموها لنا UTC او Universal Coordinated Time او Coordinated Universal Time. قال احنا هيبقى عندنا نجيب الساعات الذريه ديت، مجموعه من الساعات الذريه هنعرف منها الوقت قد ايه بالظبط، وهيبقى عندنا مجموعه من محطات الراديو شورت ويف راديو ستيشنز هتبث لنا، تمام، التيكس مع بدايه كل ثانيه، مع بدايه كل يو تي سي سكند، تمام، من مجموعه من الساعات الذريه بيحصل ايه؟ التيكينج داوت. وبعد الايام احنا عارفين ان الايام بتيجي اطول، فمن وقت للتاني بنزود ايه؟ ليب سكند كده اهوت. ويبقى احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نستقبل من المحطات ديت وممكن ناخد ايه؟ الافريج بتاعهم. بعض الكمبيوترز حتى فيها UTC receiver. فده بالنسبة لما نتكلم على الفيزيكال كلوكس. طيب احنا عايزين نبدأ نتكلم على كلوك سينكرونيزيشن algorithm. هو انا ايه اللي بيحصل بجد؟ انا المفروض اللي هو بيحصل عندي ان مع الكلوك تيكس اللي بتجيلي من الكاونتر لما بيوصل لزيرو، المفروض السي بي يو بيحصل له interrupt. الاوبريتنج سيستم بيدخل يتدخل بيعمل حاجه اسمها interrupt handling routine. بيبقى عندنا حاجه بنسميها تايمر هاندلر، والتايمر هاندلر دوت اتس كيبنج ا سوفت وير كلوك. السوفت وير كلوك ده عباره عن ايه؟ عباره عن فاريبل، تمام، والفاريبل دوت هنقعد نزوده. بنبدا نشوف احنا الهولدنج ريجستر القيمه فيه اللي محطوطه initialized نقدر نتحكم فيها، بحيث من خلال الفريكوانسي بتاع الكريستال نقدر نقول ايه؟ ان الكاونتر دوت مثلا هيعمل لنا 60 تيك مثلا بير سكند. ويبقى انا جوه السوفت وير كلوك في الهاندلر بتاعي، تمام، انا عارف ان كل تيك بتحصل لي خلال وقت معين، اروح مزود على السوفت وير كلوك الوقت دوت. وليكن اقول مثلا ايه 10 ملي سكند، 10 ملي سكند زادوا، 10 ملي سكند زادوا كمان 10 ملي سكند زادوا، وهكذا مع كل هاندلر بنزود السوفت وير كلوك دوت. The goal of clock synchronization algorithms اللي هنتكلم عليها عادة is to keep the deviation between the clocks اللي موجودة في different machine
ان هي تبقى bounded. وبنسمي الباوند دوت the precision. يعني تيجي تقول لي انا عندي software clock على machine P وsoftware clock على machine Q at some time instant T, اقول لك ان الفرق ما بينهم ما يتعداش الباوند اللي احنا هنسميه البريسيجن. فدوت لو بقارن ماشين بماشين تانية. بس لو انا بقارن ماشين بسام external reference زي UTC مثلا، ففي الحالة ديت انا بتكلم على concept بسميه accuracy مش precision. accuracy اقول لك انا عايز at some instant t هقارن السوفتوير كلوك بتاعتي ديت باليو تي سي، المفروض ان المسافه ما بينهم ما تتعداش باوند معين اللي هو الاكيورسي. تقول لي انا الساعه بتاعتي اكيوريت لدرجه معينه. فبالتالي لما نيجي نتكلم على كلوك سينكرونايزيشن هنكون بنتكلم، نبقى واضحين احنا بنتكلم يا اما انترنال سينكرونايزيشن اللي هو الهدف بتاعنا تو كيب ذا كلوك بريسايز، او ان انا بتكلم على external synchronization ويبقى انا كده هو قصدي ان انا عايز اكيب الكلوكس ايه accurate. ولكن للاسف الساعات لما بنيجي بنشتريها بيحصل عندها drift. تيجي كده هو كان زمان واحد يروح بالساعه للساعاتي يقول له الساعه بدات تقدم او بدات تاخر، ان هي it's not living up to specification، وان هي المفروض تبقى ماشيه بفريكوانسي معينه constant frequency بحيث تبقى ماشيه بسرعه معينه. فاحنا لو بصينا بيقول لك انوت a clock it comes specified with the maximum clock drift rate، هي ممكن يحصل لها drifting او انها تحصل انحراف عن الطبيعي بتاعها بريت قد ايه اكتر حاجه، دوت رو the maximum clock drift rate. المفروض الكلوك ديت جواها اوسيليتر بتقعد تاوسيليت الكريستال اللي موجوده الكوارتز اللي فيها بفريكوانسي معينه. طب at some time t الفريكوانسي دي قد ايه، هنسميناها f of t. الاوبتيمال بتاعنا الايديال كيس انها تبقى كابيتال f اللي هي ايه الكونستانت فريكوانسي بتاعتها. فالماكسيمم كلوك دريفت ريت دوت معناها ايه، معناها ان فريكوانسي ذا اوسيليتور فريكوانسي ات تايم تي مش هي دريفت اكتر من العلاقه ديت. لما تيجي تشوف النسبه ما بين اف اوف تي والايديال فريكوانسي الكونستانت فريكوانسي بتاعتها هتكون باوندد بين 1 ماينس رو 1 بلس رو ات اني تايم. بس انا زي ما انا عندي الهاردوير كلوكس بالدريفت، فبالتالي السوفت وير كلوكس هيحصل لها دريفتنج، لان السوفت وير كلوكس ار دريفن عن طريق الانتربتس اللي بتجي لنا من الهاردوير. فبرضه نقدر نعرف ذا كلوك دريفت ريت بالنسبه للسوفت وير. يعني لو عندي الكلوك السوفت وير كلوك بتاعتي سي بي اوف تي التايم تي اقدر احسبها ازاي من اوسيليشنز اللي بتجي لي من الكريستال، باني اجمع الفريكوانسيز ديت بالنسبه للتايم من اول خالص لغايه سام انستنت تي واقسم على الايديال فريكوانسي. فلو جيت فضلت الطرفين بالنسبه لتي وعملت التفاضل تحت علامه التكامل هنا اهوت، هيبقى الكلوك دريفت ريت بتاعي اللي هو لما افاضل بالنسبه للزمن الكلوك ديت ايه اللي هيحصل، ان هلاقيه ان هو بيساوي اف اوف تي على تي، بمعنى ان هو كمان المفروض ان هو هيبقى له نفس الباوند. لو انا جيت بصيت على الرسمه قدامي هنا اهوت وعندي التايم اليو تي سي كاكس اكسيز والواي اكسيز، عندي هنا هوت الكلوك السوفت وير كلوك بتاعتي اللي موجوده جوه الكمبيوتر، يعني بيرفكت وورلد لو عندي الساعه بتاعتي كانت بيرفكت المفروض ان دي سي على دي تي تكون بواحد، يكون ميل المستقيم دوت واحد، الساعه بتاعتي مع الزمن هي هي. لو كان الريت دوت كان اقل من واحد اقول لك كده هوت الساعه بتاعتي السوفت وير كلوك بتاعتي بقت ابطا بقت سلو كلوك، او لو كان اكتر فيبقى اقول لك لا ده انت الساعه بتاعتك ايه بتجري بسرعه زياده عن اللزوم. ناخد بالنا من نقطه مهمه، لو عندنا طب لو انا الساعه بتاعتي لقيتها مش شغاله كويس محتاج اعمل ايه؟ اقول لك لا انت لو لقيت عندك تو ماشينز تمام وانت عايز تو كيب اب وذ ذا كلوك
مع ماشين تانية والساعة بتاعتك ما بقتش مظبوطة، تمام، اقول لك تعالى ايه نعيد ظبط الساعة، يروح ظابط لك الساعة مرة تانية بحيث تفضلوا ماشيين مع بعض وما تبعدوش عن بعض. فلو انت عايز some precision باي مثلا ومش عايز اتنين كلوكس يحصل لهم ان هم يحصل difference ما بينهم اكتر من باي seconds، يبقى لازم يحصل resynchronization للكلوكس المختلفة ديت على الاقل بمقدار باي على اتنين رو، يبقى واحدة فيهم بتقدم بمقدار رو والتانية بتأخر بمقدار رو، ويبقى انا مش عايز ايه اكتر من باي على اتنين رو. طب انا دلوقتي عارف ان انا عايز اضبط الساعة بتاعتي معاك. We want to detect and to adjust incorrect times. طب هنعمل ايه؟ تقول لي خلاص انا ممكن يكون عندي سيرفر مثلا وانا عايز اسأله هي الساعة كام؟ فتخيلوا كده هو عندنا كان الجوريثم اللي هشرحه دوت بنسميه كريستيانز الجوريثم. We let clients to contact a server زي ايه كده هوت، يروح يبعت للسيرفر عند بي at time t1، يبعت له مسج يقول له انا الساعة عندي هي الساعة كام دلوقتي؟ at time t2 المسج تيجي لبي، بي eventually هيرد عليه at time t3 بمسج توصل لنا هنا at time t4. فأول حاجة هنعمل لنا assumption ان الـ propagation delay تمام يعني the same، السكة رايحة زي السكة راجعة، فالديلي دلتا اللي هنا هوت ما بين انا بعتها امتى وهي وصلت بجد هناك امتى، الديلي دوت او الديلي الناحية التانية هنفترض ان هما the same، so t2 minus t1 و t4 minus t3 تمام، هنفترض ان هما the same. فالمفروض ايه؟ المفروض ان ايه هتجي له مسج تي 4 من بي، المسج دي ايه اللي مكتوب فيها؟ مكتوب فيها تي 2 بكام؟ وكمان تي 3 هي تايم ستامبت بتي 3. فايه هيبقى عنده؟ هو يعرف تي 1 وعنده تي 4 المسج جات له امتى؟ ومكتوب عنده تي 3 وتي 2. والمفروض ان ايه يحسب الاوفست اللي هو ثيتا دوت من الارقام تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. هو الاوفست دوت عباره عن ايه؟ لما نيجي نبص كده هوت دلوقتي انا بعت في تي 1 وصلت بعد تي 2، ده الديلي اللي اخذته، وبرده هنا هوت تي 4 ناقص تي 3 ده الديلي اللي اتاخدت في الراجع. يلا بينا ناخد الافريج بتاع الاثنين دول، وكان الافريج بتاع الاثنين دول اللي هو القيمه ديت هيروح مزوده على تي 3، والمفروض يبقى ده الديلي المفروض المسج تجي له في الوقت ده تي 3 زائد الافريج دوت. طب هي بجد جات له امتى؟ هي بجد جات له تي 4، فعشان كده هياخد الديفرنس بين القيمه دي وبين تي 4، يعني اخذ تي 3 بعد ما زود عليها الاكسبكتد ديلي دوت الافريج ديلي ده ونقص منه تي 4، ويبقى دوت الاوفست اللي المفروض ايه يظبط ساعته عليه، يقدم ساعته على الاوفست دوت. المفروض يشوف ساعته كام وايه ويقدمها على الاوفست دوت. وعندنا هنا تي 3 مذكوره مرتين و4 مرتين، فممكن نشفل الاكسبريشن دوت، وهيبقى الاكسبريشن المكتوب عندنا هنا هو نص مجموع الفرق بين تي 2 وتي 1، تي 2 ماينس تي 1 وتي 3 ماينس تي 4. ويبقى ديت طريقه يقدر بيها ايه ان هو عايز يظبط ساعته، يقول له انا عايز ازود الساعه بتاعتي او عايز ااخر الساعه بتاعتي. بس هو الحقيقه ما حدش يقدر ياخر الساعه بتاعته، يعني لو الساعه بتاعتي كانت الساعه 2 مثلا 55 وجيت سالتك الساعه كام وبعد كده اكتشفت ان انا المفروض ان الساعه بتاعتي تبقى 3، هل اقدر اغير الساعه بتاعتي اخليها 3 كده على طول؟ او يمكن الحاجه الأسوأ من كده ان انا الساعه بتاعتي 2:55 وبعد ما سالتك اكتشفت انها المفروض تكون الساعه 2:50 دقيقه بس، هل ينفع ارجع لورا؟ اقول لك انت ما تقدرش ترجع لورا،
ليه؟ لأن ما ينفعش يكون عندك ايفنتس متسجلة على الماشين بتاعتك بزمن معين وتيجي تأخر الساعة فيجي بعد كده ايفنت بعديه بس متسجل بالوقت بعد ما انت أخرت ساعتك. يبقى ايفنتس جاية بعد ايفنت قديمة، والايفنت الجديد يبقى له تايم ستامب أقدم من الايفنت القديم. ده ما ينفعش نأخر الساعة. طب ايه اللي ينفع نعمله؟ احنا اللي ممكن ان احنا نعمله ان في الهاندلر، التايمر هاندلر، ان بدل ما تزود لي ال 10 مللي سكند مع كل تايمر هاندلر بيحصل، تقول لي زودت 10 مللي سكند، ادي تيك كمان 10 مللي سكند، ادي تيك كمان 10 مللي سكند، تقول لي لا ده انا هزود مثلا 9 بس. يبقى انا كده همشي ابطا لغايه اما اوصل ان انا اكون زي المفروض التايمر المفروض ان هو يكون كام. او لو عايز اجري تقول لي انا هخلي نفسي ايه، هزود 11 مللي سكند مع كل تيك، يبقى انا كده بجري اسرع. لازم التايم التشينج اللي بتبقى فيه تبقى موجوده ايه، تبقى سموث. فكريستيانز الجوريثم ادالنا طريقه ازاي ان انا اقدر ايه احسب الاوفست، انا محتاج ان ادجست الكلوك بتاعتي قد ايه. وبيزد عليه جا النتورك تايم بروتوكول، استخدم الالجوريثم دوت ايه هيبروب بي الوقت الساعه كام، وبي برضو يقدر يبروب ايه الوقت الساعه كام. انا هقدر احسب الثيتا الاوفست اللي موجود، بس الحقيقه هو ما حسبش بس الثيتا، لا هو كمان حسب الديلي، عمل زي استيميت للديلي، قال الافريج بين هنا اهوت الاثنين دول اللي هي القيمه ديت اللي جبناها، اللي هي تي 4 ناقص تي 3، تي 4 ناقص تي 3 تمام، ومعانا تي 2 زائد تي 2 دوت هنقص منها تي 1 تمام، يبقى الافريج اللي موجود مرتين دوت على 2، المجموع على 2. فراح حسب الثيتا والدلتا وراح بعت يساله مره ثانيه الثيتا، وراح حسب عنده الثيتا والدلتا، عملها 8 مرات. ليه؟ اصل الديلي دوت مش دايما ثابت، ده بيعتمد على حاجات كتير، على الترافيك في النتورك قد ايه. عملها 8 مرات وراح اخد المره اللي هي it has the lowest delay، وراح شاف الاسوسييتد ثيتا بتاعتها بكام، وبقت هي ديت الثيتا اللي المفروض اظبط ساعتي اقدمها بيها. طيب هو انا لازم فعلا ان احنا، هل لازم عشان نظبط ساعاتنا مع بعض في ال distributed system لازم تكون ساعاتنا مظبوطه، ولا هو يكفي ان احنا نكون كلنا متفقين على الوقت؟ يعني انت في النتورك تايم بروتوكول انت عايز تظبط ساعتك على ساعه الراجل الفلاني، ممكن يكون عندك سيرفر عنده يو تي سي ريسيفر، فانت بتساله الساعه كام فهيرد عليك، فهو كل التايم نوشنز بتاعته تي 2 وتي 3 ديت يو تي سي. بس هل لازم تبقى يو تي سي؟ الحقيقه مش لازم تبقى يو تي سي، يعني ممكن يكون we want to keep up the time together ولكن مش فارق معانا ان هو يكون UTC. وده اللي موجود في بيركلي يونكس، عندنا we let a time server او هو بجد it's a daemon موجود كده اهوت، بيعمل ايه؟ بيسكان الماشينز كلها periodically، كل شويه كده اهوت يبعت لهم يا جماعه ها انا عندي مثلا هنا اهوت الساعه 3، انت الفرق بينك وبيني قد ايه؟ انت عندك وقت الساعه كام؟ ويقول لدوت ويقول لنفسه. عندنا مكنه هنا اهوت على النتورك الساعه عندها 3 ل 10 وناظر ماشين 3 25، هو في الاخر خالص احنا يعني مش فارقين هي الساعه كام، المهم ان كلنا يبقى لنا نفس الوقت. فاللي هيعمله كل واحد هنا اهوت هيقول له لا ده انا متاخر عنك ب 10 دقائق. ماشين دي تقول له لا ده انا مقدم عندك 25 دقيقه. وهو مع نفسه هيقول انا لا انا زيرو، مفيش فرق بيني وبين نفسي. فاي افريج الزيرو ناقص 10 وال25 ديت، سو ات كالكوليتس ان افريج، وبعد كده ات انفورمز ايتش ماشين هاو ات شود ادجست اتس تايم ريليتيف تو اتس بريزنت تايم. فيروح يقول للماشين ديت تمام بص زود على نفسك ربع ساعه، وهيقول لنفسه هنا زيرو وماينس 10 و25، نيجي نبص لهم نلاقيهم ربع ساعة المجموع على الثلاثة بخمسة، يبقى هو المفروض يبقى ثلاثة وخمسة، هيقول لنفسه زود خمس دقايق، وانت عشان تبقى ثلاثة وخمسة هيقول لك نقص 20 دقيقة.
ويبقى كده الثلاثه ماشينز دول بقى لهم نفس التايم، تمام، اللي هو تايم غلط، ما هوش يو تي سي، مش مشكله. هو كل اللي فرق بالنسبه لنا ان التايم على الماشينز يكون زي بعض، بحيث لما نبعت لبعض اي ايفنتس او اي ترانزاكشنز تتعمل، كل الكلام ده يبقى ايه ماشيين، الاوردر بتاع الايفنتس يكون زي بعض. ودايما لازم ناخد we have to take into account that setting the clock back is never allowed. لازم يحصل لنا smooth adjustments، يا اما to run faster او to run slower. طيب هنبدا نتكلم على حاجه تانية بنسميها logical clocks. كتير جدا يعني بنقول what usually matters is not that all processes they agree on exactly what time it is، بس يمكن كفايه قوي يكفيني that they agree on the order in which events occur. يمكن ده يكفيني، يمكن كل اللي يكفيني ان احنا نتفق ان المسج ديت اتبعتت قبل المسج ديت، الترانزاكشن ديت الاوبريشن ديت اتعملت قبل الاوبريشن ديت. So it requires a notion of ordering. جه لامبرت، عشان كده هنتعلم لامبرتس لوجيكال كلوك، وجه في بيبر جميله سنه 78 وراح مبين لنا يا جماعه احنا ممكن نعمل لنا كلوك سينكرونايزيشن، بس مش شرط ان هو يكون ابسوليوت، مش شرط ان كلوك سينكرونايزيشن يكون التايم مظبوط. يمكن يعني احنا لو عندنا اف 2 بروسيسز دي دو نوت انتراكت اساسا مع بعض، يمكن مش مهم اصلا ان يحصل سينكرونايزيشن للكلوكس. ليه؟ لان دوت مش محسوس، دي دونت انتراكت توجذر. بس لما بيحصل انتراكشن يمكن كل اللي مهم عندنا هو الاوردر اللي الايفنتس بتتعمل عن طريقه. فاللوجيكال كلوكس جا لامبرت عملها، راح معرف لنا some relation between events، وسمى relation that happened before relation. بيقول لك if I have same process موجودة على one machine وعندها two events حصلوا لها A و B، وواحد اتعمل قبل التاني، if A comes before B فبنعمل كده، هو A سهم B يبقى A happened before B. طب لو مش على نفس البروسيس، طب يبقى البروسيسز هيتنتراكت ولا مش هيتنتراكت؟ لو مفيش انتراكشن مش محتاجين نتكلم اصلا. يبقى احنا بنتكلم لما في انتراكشن، يبقى بروسيس بعتت مسج لبروسيس ثانيه، فالايفنت اوف ذا سيندينج ذا مسج اسمه A، الايفنت اوف ريسيفينج ذا مسج اسمه B. ولو نفتكر لما درسنا الاوبريتنج سيستمز كورس واتكلمنا على المسج باسنج وقتها، واتكلمنا ان المسج ديت لما بتتعمل هي ما هياش بس كوميونيكيشن، دي عملية سينكرونايزيشن كمان، لأن ما ينفعش إن أنت تستقبل رسالة إلا بعد، وحط سطر تحت كلمة بعد، إلا بعد ما بعتها. فبالتالي الإيفنت that A sends a message والإيفنت that B receives a message أكيد A حصلت قبل B، وديت transitive relation. فإف A happens before B و B happens before C يبقى أكيد A اتعملت قبل C برضو. يبقى عندنا هنا some kind of ordering relation، ولما نيجي نبص لها it's a partial order، مش دايما تقدر A، يعني ممكن يكون عندك اتنين events وما تقدرش تقارنهم بينهم وبين بعض. يبقى ديت على one process ودي على process تانية وما حصلش أي interaction بينهم وبين بعض، it's a partial ordering of events موجود. ممكن يكون عندنا concurrent processes وفي concurrent events، يبقى لا المسج دي اتعملت قبل المسج، لا الايفنت ده اتعمل قبل الايفنت ده، ولا الايفنت ده اتعمل قبل الايفنت ده. It's partial order relation. ف concurrent events ده اللي هو لا ده قبل ده ولا ده قبل ده. A problem هنا بيقول لنا how do we maintain a global view on the system behaviors that's consistent with it happened before ريليشن ديت. فالفكره كلها قال لك بص احنا عايزين نحط تايم ستامب مع كل ايفنت، بحيث لما نيجي نحط التايم ستامب دوت يبقى عندنا تو بروبرتيز. لو على نفس البروسيس وايفنت اتعمل قبل الثاني، يبقى حط التايم ستامبس للايفنت الاولاني يكون اصغر من التايم ستامب للايفنت الثاني. يبقى if I have A happens before B يبقى خلي التايم ستامب لايه اصغر من التايم ستامب لبي، وانت بتدي له اساينمنت قيمه التايم ستامب كام مش فارقه، المهم انه يكون قيمه اصغر منها.
ولو عندك ايفنت ان المسج تبعتت وايفنت ان المسج تم استقبالها في وقت ما، فبرضو التايم ستامب اوف ايه اللي هو sending the message لازم يكون اصغر من التايم ستامب اوف receiving المسج دي. هو احنا ازاي هنقدر لو انا ما عنديش جلوبال كلوك ازاي هنقدر نعمل اتاتشمنت للمسج ديت بالطريقه دي؟ انا ما عنديش جلوبال كلوك، ازاي هنعمل تايم ستامبنج للايفنتس المختلفه على ديفرنت ماشينز؟ سو هاو تو اتاتش تايم ستامب تو ان ايفنت وين ذير از نو جلوبال كلوك؟ فالحل كان ليها ان انا مش محتاج ان انا يبقى عندي 1 كلوك، لا اي ويل هاف ا سيت of clocks, a set of logical clocks. والفكرة كلها that we need to maintain this set of logical clocks بحيث ان هم يكونوا consistent. هيبقى مع كل process. With each process a logical clock, واحنا محتاجين ان احنا نخلي logical clocks المختلفة مع processes كلها يكونوا consistent مع بعض. تعالوا نبص على المثال دوت مع بعض هنا. هو تخيل ان انت عندك 3 processes P1 و P2 و P3 على machines مختلفة، مثلا كل واحدة فيها timer، فيها clock في الماشين وبريت معين، كل واحدة شغالة ممكن تكون بفريكوانسي مختلفة. يبقى clock هنا هو موجودة بتعد 0 6 12 18 24 وهكذا. الكلوك عند P2 0 8 16 24 32 شغاله بريت معين، عند P3 بدا يشتغل 0 10 20، كل واحده شغال بريت معين، مش فارق بالنسبه لي الريت دوت. انا اللي يفرق بالنسبه لي الاثنين بروبرتيز اللي اتفقنا عليهم، ان لما يبقى عندي ايفنت اتعمل قبل ايفنت تاني على نفس الماشين يبقى دوت له تايم ستامب قبل الايفنت الجديد، او لو كان في مسج مبعوته يبقى وقت الريسيفنج اكبر من وقت السندي. لما نيجي نبص ان هوت، طب هو احنا ازاي هتبقى امبلمنتد الحاجات دي؟ مين اللي هيعمل اللوجيكال كلوك؟ اكيد ديت شغلانه ميدل وير. انا عندي اوتونوموس كومبيوتنج اليمنتس كل واحد شغال لوحده، مين اللي هيظبط القعده ليهم كلهم مع بعض؟ ده الميدل وير. يبقى انا عندي الابلكيشن لاير، ابلكيشن مثلا عايزه تبعت مسج معينه، المسج ديت ايه اللي هيحصل لها؟ الميدل وير بيظبط الساعه وبيحط تايم ستامب للمسج ديت، وبعد كده هو يبعت المسج على النتورك لاير يديها الاوبريتنج سيستم يبعتها، ولما الاوبريتنج سيستم تجي له مسج ما بيديهاش طبعا للابلكيشن، بيديها للميدل وير الاول، الميدل وير ويل ادجاست اللوكال كلوك ويبعت المسج لفوق خالص. تعالوا نرجع نبص مع بعض هنا اهوت. يبقى انا بروسيس واحد بعت المسج، هيبعت المسج جات له هنا اهوت بقت بكام؟ هنا اهوت ب 16. طيب الميدل وير اخذ المسج بص عليها هنا اهوت السته ديت، الاول ايه اللي حصل؟ كانت زيرو، جت هنا اهوت الميدل وير ادجست لوكال كلوك بقت بسته، حط السته ديت از تايم ستامب على المسج وبعتها. هنا اهوت الميدل وير جات له المسج كانت بثمانيه بقت ب 16، خير وبركه. 16 اكبر من 6 اكبر من 6، يبقى ما فيش مشكله ان 16 تبقى اكبر من 6. هنا اهوت جت مسج ثانيه اتبعتت 24 وصلت 40، ما فيش مشكله. بس لو بصينا على مسج 3 اتبعتت 60 اكوردنج لبي 3 كلوك ووصلت 56 في بي 2، وما ينفعش ان يتم استقبالها قبل ما يتم ارسالها. علشان كده هوت الميدل وير لما تجي له المسج ديت من 60 هيأجست الكلوك بتاعته ل 60 ويزود عليها واحد عشان لازم تبقى بعديها، ما ينفعش يكون الاثنين 60، هيأجست الكلوك بتاعته ل 61 ويكمل الفريكونسي بيزود عليها الثمانيات. هنا اهوت هيكمل، هنا كان بيزود 8 كل مره هيروح مزود له 8، هنا اهوت بقى بعد 61 تبقى 69 77 85 وهكذا. يبقى هو بعت المسج 4 بعد شويه امتى؟
ما بعتهاش هنا في 64، لا ده هو بجد الكاونتر عنده بقى 69، بعتها في 69، استقبلها هنا كام؟ بروسيس واحد استقبلها في 54. ما ينفعش، لازم بروسيس واحد يغير الكلوك بتاعته، وبدل ما هي 54 هيشوف هنا كام؟ 69، خلاص يبقى انا اللي بعديه على طول انا هكون 70، ويكمل الزيادات، كان هنا بيزود كل 6. يلا بينا نشوف مع بعض هنا اهوت الامبلمنتيشن اتعملت ازاي. Each process maintains a local counter CI and it adjusts this counter. لو اي ايفنت جديد اتعمل، هو بجد احنا مش محتاجين الامثال اللي قدامنا هنا 0 6 12 18، تمام؟ انا مش فارق بالنسبه لي ان انا ازود ستات او ثمانيات او عشرات، انا ممكن ازود وحايد، لان انا حتى اون ماي ماشين انا كل اللي فارق بالنسبه لي الايفنت ده بعد الايفنت ده بعد الايفنت ده، مش فارق بالنسبه لي بعديه بقد ايه. لو فارق بالنسبه لي بعديه بقد ايه وقتها، لا يبقى انا عايز الريل نوشن اوف تايم مش بس الاوردرنج، وقتها اجيب لي ساعه بجد، ابص بقى على اليو تي سي او اشوف ايه هعمل ازاي. فمع اي ايفنت جديد بيتعمل هزود السوفت وير كلوك بتاعتي، لوجيكال بتاعتي، لوجيكال كلوك سي اي ويل بي انكريمنتد باي 1. طب لو انا عايز ابعت مسج، المسج هتاخد لها ايه؟ المسج هتاخد لها التايم ستامب بتاعت الكلوك بتاعتي. That's an event، يبقى هزود الكلوك بواحد واحط التايم ستامب الجديد دوت على المسج وابعتها. طب لو انا بستقبل مسج، اقول لك اه استنى قبل ما تستقبل مسج احتمال تحتاج تأدجست يور كلوك. شوف الكلوك بتاعتك بكام والمسج اللي جايه لك الكلوك تايم ستامب عليها بكام؟ ظبط المسج الكلوك بتاعتك تبقى الماكسيمم للقيمتين دول. يعني لو مسج جايه لك من المستقبل فجري انت للمستقبل، وشفنا ازاي بنجري للمستقبل، هتأدجست الكلوك بتاعتك تو ذا ماكسيمم اوف يور كارنت كلوك والتايم ستامب، وبعد كده تروح مزود الواحد اللي هو الخطوه دي. ده الايه؟ الواحد الزياده اللي زادها 69، خلاص انا هبقى 70. هل انا كده حققت الاثنين بروبرتيز اللي لامبرت قال عليهم؟ نرجع مع بعض كده. لامبرت قال انا محتاج ايه عشان اقدر اعمل لوجيكال كلوكس؟ اي ويل اساين تايم ستامبس للايفنتس، والتايم ستامبس ديت من خلالها هقدر اعرف مين اتعمل قبل مين. التايم ستامبس دي قال لك لو ايفنتس اللي موجوده عندي ان ذا سيم بروسيس، يبقى التايم ستامب القديم اصغر من التايم ستامب الجديد، وده اللي اتعمل بجد هنا هو في الخطوة الأولانية. مع كل ايفنت جديد، تمام، الكلوك هتزيد بواحد. فالايفنتس الجديدة هتاخد كلوكس تايم ستامبس أكبر من الايفنتس القديمة. مع كل مسج بتتبعت، هنا هو كان قال لنا ذات سيندينج ا مسج لازم الوقت اللي اتبعتت فيه يكون قبل الوقت اللي هي تم استلامها فيه، وده اللي اتحقق بالبروبرتيز ايه؟ 2 و3، ان التايم ستامب بيتحط عليها ومسج وهي رايحه، ولما استقبلها بظبط الساعه بتاعتي بحيث انها تبقى بعد الوقت اللي هي بعتت فيه، فيبقى دي بروبرتي 2 اتحققت بالخطوتين 2 و3. يبقى انا كل اللي انا مهتم بيه هنا هو ان انا اعمل اوردرنج للايفنتس. انا مش فارق بالنسبه لي مين اللي اتعمل بجد امتى، انا اللي فارق بالنسبه لي ان انا ايه، مش فارق بالنسبه لي الساعه كام لما الايفنتس اتعملت، اهم حاجه تو مينتين ذا اوردر. وحتى لو انت عايز تقول طب الله، طب ما انا ممكن الكاونتر عندي لوكالي يبقى تايم 10 وهو عنده 10 برضه، اقول طب اعمل اوردر ازاي؟ اقول لك دي حتى تقدر تعملها، يعني it can still occur that two events happen at the same time، ونقدر نعمل avoiding لحاجه زي كده by breaking the ties عن طريق process IDs. يبقى لو التايم هنا بيساوي التايم هنا، شوف مين فيهم بروسيس اي دي اصغر، يبقى ده الايفنت دوت اتعمل قبل الايفنت ده، بحيث دايما تقدر تمنتين الاوردر بالنسبه لنا. يبقى دايما نقدر نمنتين الاوردر عندنا. ومن هنا لامبرت الحقيقه
اللوجيكال كلوكس بتاعته ليها ابلكيشنز جميله، هناخد ابلكيشن منهم دلوقتي بنسميها توتال اوردر مالتي كاست، وليها ابلكيشن ثانيه نقدر نعمل بيها ميوتشوال اكسكلوجن. ميوتشوال اكسكلوجن ده السكشن اللي جاي فمش هنتكلم عليه دلوقتي. توتال اوردر مالتي كاست، كلمه مالتي كاست احنا عارفين لما بنعمل كوميونيكيشن يا اما بنعمل يوني كاست يا مالتي كاست يا برودكاست. يوني كاست ونقطه بوينت تو بوينت بتبقى او حتى لو في راوت مختلفه من واحد للتاني. برودكاست يعني عايز اتكلم وكل الناس تسمع. مالتي كاست يبقى انا عايز ابعت لجروب معين مش عايز ابعت لكل الناس. توتال اوردرد مالتي كاست يعني المسجز اللي عايزينها انها تبعت للناس للمجموعه كلها تبقى توتال اوردر. يعني ايه توتال اوردر؟ يعني دايما اقدر اعرف مين قبل مين. تخيل عندك بنك مثلا والبنك له افرع مختلفه، عشان تعمل عمليه كويري بسرعه فقال لك خلاص يبقى انت هتدفع ثمن ان انت يبقى عندك اكتر من ريبليكا. يبقى عندنا ريبليكيتد داتابيس كده اهوت، وعندي نسخه هنا ونسخه هنا، عندي اكتر من نسخه، ممكن مش شرط اثنين، عندي 3 4 100 وات ايفر، هتقرا منهم بسرعه. بس المشكله الكوست هتدفعه لما تيجي تعمل ايه، تعمل اي ابديت. لما تيجي تعمل ابديت انت يو ويل ابديت اللوكال داتابيز، وهتعمل ابديتنج للاير ريبليكا اللي بعيده لكل الريبليكاس. هنتكلم على الكونسيستنسيز والريبليكيشن في الشابتر لاحق ان شاء الله. وانا برضو لو هنا هوت عايز اعمل ابديت برضو هابديت عندي، وهابديت في ايه، في الريبليكاس المختلفه. المهم بالنسبه لي اي وانت تو مينتين الاوردر اللي موجود، سو كونكرنت ابديتس اون ريبليكيتد داتابيز ار سين ان ذا سيم اوردر ايفريوير. الابديتس اللي بتحصل لازم تكون زي بعضها. ليه لازم؟ تخيل عندك كده مثال، واحد عنده حسابه فيه $1,000، واحد عايز يعمل ايداع ل $100، وواحد بروسس ثانيه عايزه تزود الحساب ده ب1%، وعندنا 2 ريبليكيشنز. لو الاوردر هنا هوت اتعمل عندي وبعد كده اتعمل الاوبريشن دي اتعملت الاول وبعد كده اوبريشن بي 2 اتعملت الثاني، هنلاقي ال1000 هتزيد ب100 تبقى 1100، وبعد كده هوت نزود 1% يعني هتزود 11 هتبقى 1111 في الريبليكا الاولانيه. بينما لو الاوردر اختلف، اوردر الاوبريشنز عملته عندي قبل ما اعمله هناك، بس هو هناك عمل برضو عنده قبل ما يعمل عندي، الاوردر كده بيختلف. لو بي 2 اتعملت الاول فال1000 هتبقى كام؟ هتزيد ب1% هتبقى 1010. تيجي تزود عليها ال $100 بعد كده تبقى 1110، تلاقي الاثنين ريبليكاز ما هماش كونسيستنت، ما هماش زي بعض. لازم الاوبريشنز من بي 1 وبي 2 يروحوا للاثنين ريبليكاز زي بعض، نفس الاوردر. توتال اوردر لاي عدد من الاوبريشنز اللي موجودين كلهم لهم ترتيب، احطهم كده في طابور ورا بعض، ويبقى نفس الطابور دوت على كل الريبليكيشنز. ده اللي احنا بنسميه توتال اوردر مالتي كاست. الحاجه الحلوه ان لامبرت راح عمل لنا اللوجيكال كلوك بتاعته نقدر نستخدمها عشان نقدر نعمل بيها توتال اوردر مالتي كاست. قال لك consider a group of processes multicasting messages to each other. كل مسج هيبقى ليها تايم ستامب، هتبقى تايم ستامب بايه؟ باللوجيكال كلوك، بلامبرت لوجيكال كلوك، باللوجيكال كلوك اوف ذا سندر. When a message is multicast المفروض it's conceptually also sent to the sender. انا ببعتها للجروب وانا ممبر في الجروب كانها هتجي لي انا كمان. وعندنا assumptions هنا هو ان المسج، لو انا ببعت مسج لحد معين انا شغال connection oriented، المسج بتوصل in order تمام، ومش بس كونكشن اورينتد وكمان ريلايبل ومفيش مسج هتقف، يعني كانك شغال بي تي سي بي يعني. وين المسج، وين البروسيس ريسيفز المسج هيعمل ايه؟ هو اساسا كل بروسيس هيبقى عندها كيو، كان الميدل وير كده اهوت هيعمل لنا كيو لكل واحد. حتى انا لما هبعت مسج تمام المفروض انها هتجي لي انا كمان، اي مسج تجي لي هحطها في الكيو.
فلو انا بعتها وبقول لك ان انا كمان ببعتها لنفسي، تمام، يبقى انا كمان هتتحط في الكيو بتاعي. الكيو دوت برايورتي كيو، البرايورتي بايه؟ بالتايم ستامبس. فيبقى اني انكمينج مسج جايه من اي حد، سواء مني او من اي حد، هتتحط في الكيو بتاعي according to the time stamp، وهعمل acknowledgement لكل البروسيسز، وهعمل acknowledgement لكل البروسيسز. الحقيقة بس كده خلاص. ايه بس كده؟ اقول لك ان انت لو عملت كده هوت، كل مسج بقى عليها لامبرتس لوجيكال كلوك موجودة عليها واتحطت في الكيو، والكيو prioritized بالتايم ستامب دوت، فانت في الاخر خالص هتلاقي كل الريبليكاس، كل الكيوز ليهم نفس المسج بنفس الترتيب، مش فارق التايم ستامبس اللي عليهم. يعني انا وانا ببعت مسج هنا هو عليها تايم ستامب، وببعت نفس المسج حد تاني عليها تايم ستامب، وات ايفر التايم ستامبس اللي موجوده، بما ان احنا شغالين توتال اوردرنج، هو لو نفس المسج هبعتها لاكتر من حد كمالتي كاست المفروض يبقى لها نفس المسج، بس هو هيستقبلها امتى؟ دي نقطه مهمه. كل الكيوز هتبقى لها نفس الترتيب في الاخر. امتى هقدر اطلع مسج من الكيو عشان اطلعها فوق للابلكيشن لاير؟ لما الاقي المسج موجوده وكل الاكنولجمنتس موجوده. اي حد انت لما انا جات لي رساله من فلان بعت acknowledgement، مش بس لي، ببعت acknowledgement لكل الناس. فلو في عندي message موجودة في الhead of the queue والacknowledgements بتاعتها بتاعت كل الجروب بتاع المالتيكاست جروب دوت، كلهم جم وكلهم موجودين في الكيو، خلاص المسج ديت ممكن تطلع للابليكيشن، وايه، ونطلع الacknowledgements بتاعتها من الكيو هي كمان. كده كل الابليكيشنز they will receive المسجز من الكيوز بنفس الترتيب، نفس ترتيب المسج هي هي. توتال اوردرنج مالتي كاست الحقيقه يعني جميل ومهم جدا. يعني ايه جميل؟ يعني هيبقى هنعتمد عليه، تمام، لما نيجي نتكلم على ريبليكيتد سيرفيسز. انا عايز ريبليكيتد سيرفيسز، انا عايز الريبليكاس تبقى كلها زي بعضها، انا عايز الاوبريشنز تتم. حتى لما نيجي نعمل ريبليكيشنز، انا مش شرط ان انا اموف الداتا بحيث يبقى عندي الداتا اللي عندك زي الداتا اللي عندي. انا يمكن كل اللي احتاج اعمل له موفمنت بعد كده هو الترانزاكشنز نفسها، الاوبريشنز نفسها هي اللي هنقلها. فالاوردرنج اوف ذا اوبريشنز الايفنتس، الاوردر بتاع المسج دوت هو ده اهم حاجه. توتال اوردر مالتي كاست ذاتس ذا فيهيكل، بنقول هي اللي هي هتقودنا ان نقدر نعمل ريبليكيتد سيرفرز. لامبرت لوجيكال كلوكس جميلة، حلوة، وهنستخدمها بعد كده. هل هي أحسن حاجة؟ أقول لك الحقيقة إحنا طماعين، هي ما بتدينيش كل حاجة. يعني إحنا هنتعلم حاجة دلوقتي بنسميها لوجيكال كلوكس، اسمها فيكتور كلوكس، تمام؟ ليه؟ لأن لامبرت لوجيكال كلوكس they do not guarantee causality، they do not capture causality. يعني ايه الجملة دي؟ اقول لك لو انت عايز تقارن اتنين events ببعضيهم، انت ما عندكش ان انت تقارن بيهم غير عن طريق اللوجيكال كلوكس اللي موجودة دي، التايم ستامبس هنا. تخيل تايم ستامب ان مسج واحد انا كبروسس اتنين استقبلته at time 16، وبعد كده هوت جات لي مسج اتنين بصيت عليها لقيت مكتوب عليها تايم ستامب اللي اتبعتت فيه at time 20. هل تقدر تقول اي حاجه ما بين مسج واحد ومسج اتنين غير ان انت استقبلت ده بعد ده؟ انا ما بتكلمش على الاستقبال، انا بتكلم هل مسج اتنين اتبعتت قبل او بعد مسج واحد؟ هل عندك معلومه زي كده؟ We cannot conclude that A causally precedes B. ما اقدرش اقول ان event بتاع M1 دوت، ان انت عشان استقبلت مسج واحد at time 16، ان ده له اي علاقة سببية مع
ان مسج اتنين اتبعتت. كلمه كوزاليتي سببيه، لما نيجي نتكلم على كوزال ديبندنسي هنا هوت بريسيدنس، فلان قبل فلان، ده كلمه بريسيدنس، ولكن ديبندنسي او كوزال ديبندنسي تمام، ده ليها حته معنى كده هوت اضافي. يعني وي سي ذات ايه كوزالي بريسيدز بي، الجمله ديت يعني ايه؟ هل بس ان هو قبليه؟ لا، ده معناه ذات بي may causally depend on A. بمعنى there may be some information from A that's propagated into B. يعني هل كان ممكن المسج اتنين ديت يكون محتواها يعتمد على أي حاجة من الايفنتس اللي وجدت ات مسج واحد؟ هل مسج واحد كمان راحت لبي تلاتة، فبي تلاتة قاعد يفكر ونتيجة لتفكيره ده والكمبيوتيشن اللي عنده راح بعت مسج اتنين؟ هل مسج اتنين اتأثرت بمسج واحد؟ هل مسج واحد كانت سبب في وجود مسج اتنين؟ لامبرت لوجيكال كلوكس ما doesn't capture causality. It doesn't capture causality. causality هنقدر نعمل لها capturing بإيه؟ هنقدر نعمل لها capturing بالفيكتور كلوكس. هي لوجيكال كلوك بس ما هياش لامبرت لوجيكال كلوك. الحل لحاجة زي كده هوت فيكتور كلوكس، من اسمها فيكتور كلوكس، يبقى أنا مش هيبقى عندي لوجيكال كلوك بتاعتي زي بتاعت لامبرت كل بروسيس عندها كلوك واحدة، لا ده كل بروسيس هنا هيبقى عندها فيكتور اوف كلوكس، هتمنتين كلوكس، كلوك لكل واحد تاني غير الكلوك بتاعته. each process pi maintains a vector vci. الانتري بتاعتي لو انا بروسس نمره اي، يبقى الانتري نمره اي في الفيكتور دوت هي اللوجيكال كلوك بتاعتي، هي اللوكال لوجيكال كلوك بتاعتي. طب والفيكتور وبقيه الانتريز في الفيكتور ده، اقول لك دي رؤيتي، دي رؤيتي للايفنتس اللي اتعملت عند الاخرين. يعني تقول لي ان الفيكتور كلوك بتاعي الانتري نمره جي اللي فيه، لما تقول لي انها بتساوي كي، الكلام ده يعني ايه؟ يعني بروسيس جي حصل عندها كي كلوكس سو فار، كي ايفنتس سو فار. ازاي نعمل مينتننس للكلوك؟ مكتوبه هنا اهوت، هناخدها بمثال احسن. هنا هو بيقول لنا قبل ما اكزكيوت اني ايفنت هنزود الكلوك بتاعتي انا بواحد، لما اجي ابعت مسج تمام هحط عليها التايم ستامب بالفيكتور كلوك بتاعي الفيكتور كله، بس بعد ما اكون زودت الخطوه دي بواحد. طب ولما بعمل ريسيفنج هشوف التايم ستامب اللي جاي على المسج واخد الاكبر منه هو او الفيكتور كلوك اللي عندي، وبعد كده ازود واحد. احسن حاجه تعالى ناخد مثال مع بعض. في المثال هنا هوت عندي ثلاثة بروسيسز، بي 2 بعتت مسج واحد لبي 1، بي 1 هتبعت مسج 2 لبي 3، حصل سام ايفنت ات بي 1، ما بعتش مسج بس حصل ايفنت بقى لوجد، بعد كده بعت مسج 3 لبي 2 وبي 2 بعتت مسج لبي 4 ام 4 لبي 3. انيشيالي كل واحد من بي 1 وبي 2 وبي 3 عنده فيكتور كلوك، فيكتور كده فيه 0 0 0، هم الثلاثة عندهم 0 0 0 انيشيالي. بي 1 عنده 0 0 0 اول 0 دي الكلوك بتاعته، ال 0 الثاني هي بي 2، ال 0 الثالث هي بي 3 الكلوك بتاعتهم من وجهه نظره. بي 2 عنده 0 0 0، ال 0 الاولاني دي وجهه نظره للكلوك بتاع بي 1، ال 0 الثاني ده الكلوك بتاعته، ال 0 الثالث ده الكلوك بتاعت بي 3 من وجهه نظر بي 2، بي 3 برده عنده 0 0 0، 0 اولاني كلوك بتاع بي 1، ال 0 الثاني كلوك بتاع بي 2، ال 0 الثالث ده الكلوك بتاعته. في البدايه خالص بي 2 عايز يبعت مسج، ذاتس ان ايفنت، اول حاجه هيعملها ايه؟ هيزود الساعه بتاعته، هيزود الساعه بتاعته، فيبقى اللوكال كلوك بتاعته بواحد، يبقى الفيكتور كلوك كان 0 0 0 بقى 0 1 0، وهيحط اللوكال كلوك بتاعه دوت على تايم ستامب على المسج ام 1. ام 1 توصل لبي 1، بي 1 هيعمل ايه؟ هيروح مقارن التايم ستامب بتاعت المسج
بالكلوك بتاعته كانت 0 0 0 يشوف مين فيهم الكبير في كل كومبوننت ويبقى هو دوت اللوكال كلوك بتاعته. فكان عنده 0 مع ال 0 هيفضل 0، 0 مع ال 1 هيبقى 1، و 0 مع ال 0 هيبقى 0. فالكلوك بتاعت بي 1 0 1 0، وهيروح مزود الكلوك بتاعته بواحد، فعشان كده الكلوك بتاعته بقت بواحد. الكلوك بتاعت بي 2 و1 و0 زي ما هم في المسج هنا اهو. عايز يبعت مسج 2 هيروح مزود الكلوك بتاعته بواحد، الواحد هتبقى ب2. كلوكس بتاع بي 2 و3 زي ما هم. مسج 2 ديت المفروض هتوصل بي 3، بي 3 الكلوك بتاعته بكام؟ سو فار الكلوك بتاعت بي 3 0 0 0 لما هيقارنها ب 2 1 0، ال 2 اكبر من 0 وال 1 اكبر من 0 وال 0 بيساوي 0، فهتبقى الكلوك بتاع بي 3 هنا 2 1 0، وهيروح مزود الواحد بتاع ايه؟ ان هو اخذ استقبل المسج، فهتبقى 2 1، وبدل ما الكلوك بتاعته ب 0 بقت بواحد. بي 1 حصل عنده ايفنت هيزود الساعه بتاعته بواحد، هو الساعه الفيكتور كلوك عنده كان 2 1 0 سو فار، فساعته هتبقى تزيد بواحد هتبقى 3 1 0 اللي هي ديت. وعايز يبعت مسج هيزود الساعه برضو بتاعته بواحد هتبقى 4 1 0. لما بي 2 يستقبلها هيعمل ايه؟ هيقارنها الاربعه مع الزيرو يبقى اربعه، واحد وواحد هيبقى واحد، زيرو وزيرو هيبقى زيرو، هيبقى اربعه واحد زيرو، بس هيزود الساعه بتاعته هتبقى اربعه اتنين زيرو. حصل ايفنت، مع كل ايفنت بيزود الساعه بتاعته هتبقى 4 3 0. 4 3 0 ديت لما توصل لبي 3 هيعمل ايه بي 3؟ هيقارنها باللوجيكال بالفيكتور كلوك اللي عنده. ال 4 مع ال 2 هتبقى 4، 3 مع ال 1 هتبقى 3، 0 مع ال 1 هيبقى 1، هيبقى 4 3 1، وال 1 الساعه بتاعته هتزيد هتبقى 4 3 2. ديت ازاي هاو تو مينتين الكلوكس؟ هي ديت الطريقه اللي عملناها. يبقى كل واحد مع كل ايفنت بيزود كلوك بتاعته هو مينتينينج الثلاثه كلوكس للثلاثه بروسيسز. لما بيبعت مسج بيحط الفيكتور كلوك عليها، لما بيستقبل مسج بيقارن الفيكتور كلوك التايم ستامب اللي عليها بالفيكتور كلوك اللي متسجل عنده، بيقارنهم، والكبير في كل كومبوننت بيبقى هو دوت الكرنت كلوك، وبيزود واحد علشان هو استقبل الايفنت ان هو استقبل كمان. Maintaining vector clocks بيقدر يخليني اقدر اقارن بين مسج 2 مثلا ومسج 4. انا اس بي 3 جالي 2 مسج M2 وM4، انا استقبلت M2 الاول، هل ده معناه ان M2 ممكن تكون تسببت في M4؟ لما نيجي نبص المسج اللي جايه هنا هو التايم ستامب مكتوب عليها ايه؟ التايم ستامب تتحط وقت الستاندنج هتبقى 2 1 0. المسج ديت تايم ستامب كام؟ 4 3 0، اقارن 4 3 0 ب 2 3 0. الاقي الاثنين اصغر من الاربعه، والواحد اصغر من الثلاثه، والزيرو اصغر من الزيرو، مش اصغر هو يساوي. طالما الكومبوننتس كلها اصغر من او تساوي بعض، وفي اتليست واحد اصغر، فتبقى العلاقه اقدر اقول ان التايم ستامب اوف ام 2 از ليس ذان the timestamp of M4. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا there is a potential causal precedence. يعني ايه potential causal precedence؟ يعني مسج 4 ديت احتمال مسج 2 تتسبب فيها. يعني ايه؟ يعني يمكن بروسيس واحد بعت مسج لبروسيس 2 ونتيجه لذلك بروسيس 2 بعتت المسج 4. تبقى الانفورميشن اللي جات لي تسبب فيها ايفنت تاني قبل كده، يبقى الايفنتس بتتسبب في حدوث ايفنتس تانيه. تعالوا ناخد مثال تاني برضو. بدات 000 بي 2 بعتت زودت الساعه بتاعتها بقت 010، لما هيستقبلها بي 1 كان عنده 000 هتبقى 010، هيزود الكلوك بتاعته هتبقى 110، الايفنت هنا هيزود ساعته بواحد هتبقى 210، لما هيستقبلها هيقارن 2 مع 0 ب 2، 1 مع 1 زي ما هو، و0 مع 0 زي ما هو، وهيزود ساعته بواحد هتبقى 220. فوق خالص هنا الايفنت هيزيد بواحد عندي، الاثنين هتبقى بثلاثه،
بي 2 عايز يبعت مسج هيزود الكلوك بتاعته اللي هي الاثنين اللي في النص دي بواحد، يبقى 2 3 0. لما هتوصل بعد كده اهوت هنا اهوت كان 0 0 0 هيقارنها بده هيبدأ 2 3 0 ويزود الكلوك بتاعته بواحد بقت 2 3 1. جت مسج 2 هنا اهوت اتبعت من بروسيس واحد هيزود الكلوك بتاعته بواحد هتبقى 4 1 0، ولما يتم استقبالها هيقارنها باللي عنده والكبير هيفضل معاه ويزود الكلوك بتاعته بواحد يبقى 4 مع الاثنين ب 4، 1 مع الثلاثه هتبقى 3، و0 و1 هيبقى 1 هيبقى 4 3، والواحد هتتحول ل2 عشان بيزود الساعه بتاعته بواحد. تعال نقارن M2 بM4، ايه الاخبار بينهم؟ تقول لي M2 هل هي قبل M4؟ اقول لك لا، الاربعه اكبر من الاثنين. طب هل M4 قبل M2؟ اقول لك لا، الثلاثه اكبر من الواحد. لا التايم ستامب ده قبل التايم ستامب ده، ولا التايم ستامب ده قبل التايم ستامب ده. اقول لك يبقى الاثنين events of sending the messages، الاثنين دول نقول عليهم concurrent events. دول concurrent events، ما اقدرش اقول ان دوت جاء قبل ده او ده جاء قبل ده، ان ده تسبب ممكن يكون تسبب في ده او ده يكون تسبب في ده. السكشن اللي بعد كده بيتكلم على mutual exclusion. mutual exclusion concept دوت سمعنا عنه قبل كده في operating system، بس احنا دلوقتي عندنا distributed system. We have a number of processes that want exclusive access to some resource. distributed system يعني ما عندناش shared memory في النص يقدروا يستخدموا مثلا حاجة زي semaphores أو كده هو. فاحنا هنشوف مع بعض مجموعة من الحلول for supporting mutual exclusion. البيزك سولوشنز بالنسبه لنا اتجاه من اتجاهين، يا اما بيرميشن بيزد يا اما توكن بيزد. بيرميشن بيزد معناها ان لو قبل ما تطلب الميوتشوال اكسكلوجن دوت في الاول خالص تاخد الاذن. So a process wanting to enter its critical section or to access some resource محتاج ان هو الاول it needs permission from other processes. لما تاخد الاذن لو سمحوا لك هتدخل. المجموعه الثانيه، النوع الثاني او الاتجاه الثاني من الحلول هو توكن بيزد. توكن بيزد معناه ان عندنا زي توكن كده اهوت، وذيس توكن از باست بتوين بروسيسز. اللي معاه التوكن هو اللي من حقه ان هو يعمل الاكسس للريسورس او ان هو يدخل الكريتيكال سكشن. اللي معهوش التوكن هيستنى لغايه اما التوكن ديت ما تجيله. طب انا معايا التوكن ودخلت الكريتيكال سكشن، لما اخلص ابعت التوكن ديت لشخص ثاني بعديا، وتفضل التوكن بتلف ما بيننا كده هوت لغايه اما ايه ايفنشلي هتجي لي مره ثانيه عشان اخد الاكسس دوت. وديت بتخليني ما يبقاش عندي ستارفيشن ولا عندي ديدلوك، ودي طريقه كويسه هنشوفها مع بعض لما نيجي نتكلم مثلا على التوكن رينج سوليوشن. هنبدا باول سوليوشن هناخدها مع بعض، اتس سنترلايزد الجوريزم. اتس بيرميشن بيزد سنترلايزد الجوريزم، يعني في الاول خالص لازم ايه هناخد الاذن. هناخد الاذن من مين؟ بما ان هي سنترلايزد فاحنا عندنا 1 كوردينيتور. هنستخدم الكوردينيتور كده اهوت، لما حد يكون عايز حاجه هيطلب من الكوردينيتور. الكوردينيتور مش هيسمح غير ان واحد بس يبقى موجود في الكريتيكال سكشن. لما حد عايز يدخل الكريتيكال سكشن هي ويل ريكويست، زي ان اهوت بروسيس واحد عملت ريكويست للكوردينيتور. الكوردينيتور شاف ان مفيش حد بيأكسس الريسورس او محدش جوه الكريتيكال سكشن فبيريبلاي ويقول له اوكي، وكده هو البروسيس واحد بقت موجوده في الكريتيكال سكشن بتاعتها. So process one asks the coordinator for permission to access the shared resource. Permission was granted. لما يجي ابص طب بروسيس 2 عايزه هي كمان تاكسس الريسورس ديت، فوقتها بروسيس الكوردينيتور راح ما ردش عليه. الكوردينيتور عارف ان في حد موجود لسه في الكريتيكال سكشن تمام، فمش هيرد عليه وكانه خلاه بلوكت. بروسيس 2 هتفضل منتظره بما ان ما جالهاش اي ريبلاي. الكوردينيتور هيحطه في كيو ومش هيرد عليه. So process 2 then asks permission to access the same resource the coordinator does not reply. ما يردش. او كان ممكن حل تاني ان هو يرد ويقول له permission denied. خليك بقى اي وقت تاني بقى ولا لما نقدر هنقول لك. بعد كده هوت لما بروسيس واحد تخلص الريسورس او تخرج من الكريتيكال سكشن تبلغ الكوردينيتور. So when process one releases the resources it tells the coordinator، وقتها الكوردينيتور دوت هيبلغ بروسيس 2
هو ما كانش رد عليه قبل كده، ما عملوش ريبلاي وحطه في الكيو، هيسحب واحد من الكيو وقتها، ما فيش غير بروسيس اثنين هيسحبها من الكيو وهيرد عليه باوكي. يبقى اي بروسيس منهم عايزه تدخل كريتيكال سكشن او تاكسس الريسورس ديت مش هتقدر تعمل كده الا لما تسمع when it hears back من الكوردينيتور. ممكن الكوردينيتور قلنا ان هو بدل من هو يطنش وما يردش لغايه ما يديله اكسس ان هو يرد يقول له permission denied، فوقتها process 2 كل شوية بقى إيه ممكن يعمل polling، ها أنا عايز كنت عايز request هتدهولي ولا لسه؟ والالجوريزم دوت واضح إن هو بيدينا mutual exclusion. ليه؟ لأن coordinator مش هيدي access غير لواحد، فهو it's correct. هل هيعمل starvation؟ الحقيقة لو الكيو دوت شغال فيفو تمام، فما فيش starvation بما إن ما فيش إيه أي priority based queuing هنا هوت، وهو كيو simple فيفو كيو، فما عنديش starvation. الحقيقة centralized approach دوت هو simple وجميل، ولكن له بعض الدروباكس، ويمكن أهمها هو it has a single point of failure. single point of failure اللي هو لو coordinator بتاعنا دوت راح تمام، ما حدش فينا هيقدر يدخل يأكسس critical section دوت. طب يا ترى هو coordinator مات ولا هو ما ردش عليا لسه علشان ما جاش لسه عليا الدور؟ هي دي مشكلة، ان انا مش هقدر يعني افرق بين الحالتين دول. يعني بروس 2 لما ما جالهاش ريبلاي هو مش قادر يعرف ما جالوش ريبلاي عشان الكوردينيتور ميت اصلا ولا عشان الدور لسه ما جاش عليه. وكونه سنترلايزد كومبوننت فاكيد هيبقى عندنا سام بيرفورمانس بوتل نيك في الكوردينيتور دوت، لو كل الناس قاعده بتبعت له ما هو في اخر خالص هيتخنق ومش هيقدر ان هو يخدم على الناس كلها في وقت كويس. ولكن مع ان السوليوشن دوت له بعض الدروباكس، ولكن السمبلستي بتاعته تمام بتخلينا ممكن نحتاج ان احنا يعني نفضله عن other solutions موجوده ممكن ما يكونش centralized. فمثلا تعالوا نبص مع بعض على another solution، and this solution is a distributed solution. عندنا some distributed algorithm اللي عمله كان ريكار واجراوالا، الكلام دوت كان سنه 81، والحل بتاعهم شبه قوي لامبرت، the same as Lampert solution except that acknowledgments are not sent. تعالوا نبص مع بعض بيعمل ايه. السوليوشن ديت بتعتمد ان عندنا total ordering of all the events in the system. total ordering of all the events in the system، احنا شفنا حاجه زي كده، هي اللوجيكال كلوك بتاعت لامبرت بتدينا partial ordering، ولكن شفنا حل عن طريق اللوجيكال، عن طريق لامبورت لوجيكال كلوكس لما عملنا توتال اوردرنج مالتي كاست. فوين البروسيس وونتس تو اكسس سام شيرد ريسورس هتعمل ايه؟ هتعمل مسج وتقول انا عايز الريسورس الفلانيه، انا فلان الفلاني، حط البروسيس نمبر بتاعه ويحط اللوجيكال كلوك بتاعه، اند ذن ات سندز ذيس مسج لمين؟ لكل البروسيسز الثانيه، لكل البروسيسز الثانيه، ومن ضمنهم كأنه بيبعتها لنفسه هو كمان. The sending of the message is assumed to be reliable. تمام؟ يعني في acknowledgement ليه، بمعنى ان مفيش message will get lost. طيب لو الريسيفر is not accessing الريسورس هيعمل ايه؟ يعني واحد كان عايز الريسورس وبعت لي وانا مش عايز الريسورس، هقول له اوكي ادخل، انا مش فارقه معايا، انا مش عايز access. طب لو انت بعت لي وانا كنت عايز اكسس للريسورس ويمكن اكون منتظر، هعمل ايه؟ هقارن الساعه بتاعتي بالساعه بتاعتك. لو الساعه بتاعتك انت كانت الاول وانا اوريدي منتظر برضو تمام، بس انت ساعتك اللوجيك كلوك اللي على المسج اللي بعتها لي كانت الاول، ففي الحاله دي هقول لك ادخل، هقول لك اوكي. بينما لو انا كان معايا اصلا اكسس وانا جوه الكريتيكال سكشن انا مش هرد عليك. تعالوا نبص مثال مع بعض. فانا عندي هنا هو بروسيس 0، بروسيس 1، بروسيس 2، هما الثلاثه موجودين. فبروسيس 0 عايز يعمل ايه؟ بروسيس 0 عايز ياخد اكسس على الريسورس، فيروح يبعت اللوجيكال كلوك بتاعته. كلوك بتاعته كانت بكام؟ كلوك بتاعته كانت ب 8، هيبعتها
لنفسه بالمسج وهيبعت لواحد وهيبعت لاثنين. بروسس 2 برضو عايزه تدخل كريتيكال سكشن، بروسس 2 هتبعت في نفس الوقت لنفسها وبعتت لواحد وبعتت لزيرو. طيب بروسس 1 وضعها ايه؟ بروسس 1 مش عايزه تدخل كريتيكال سكشن، فلما جالها ريكوست من زيرو قالت له ماشي ادخل، لما جالها ريكوست من 2 قال له ماشي مش فارقه معايا ادخل، فبعت اوكي لزيرو ولاثنين. دي بروسس 1. طيب بروسس 2، بروسس 2 جالها ريكوست من 8 وهي كمان عايزه تعمل ريكوست، جالها ريكوست من 0 بتايم ستامب 8 وهي كمان عايزه تعمل ريكوست، فهتقارن تايم ستامب 8 وانا 12، لا يبقى 8 هو من حقه ان هو يدخل، فهيبعت ل 0 ويقول له اوكي. 0 من جهته هو عايز الريكوست تايم ستامب بتاعه اقل من الريكوست اللي جاله من بروسس 2 اللي هو 12، فمش هيرد على بروسس 2. بروسس 0 جاله اوكي من كل البروسيسز، وقتها بروسس 0 ممكن يدخل كريتيكال سكشن. يبقى هنا هو اتس بيرميشن بيزد، مش هدخل الا لما اسمع من كل الناس. انا عايز ادخل كريتيكال سكشن هبعت لكل الناس الريكوست، مش هدخل غير لما كلهم يقولوا لي اوكي. ولما بروسس 0 تخلص الكريتيكال سكشن بتاعتها، هي عندها pending request من 2 هنا هوت ب 12، فهيبعت له وقتها يقول له اوكي، فوقتها بروسس 2 هتقدر تعمل accessing للريسورس. طيب الالجوريزم دوت ايه؟ تعالوا نحلله كده. هوت عيبه في communication كتيره قوي. انا لو عايز اكلم ادخل critical section واحنا n processes، انا محتاج ابعت n-1 message واستقبل n-1 acknowledgement عشان اقدر ادخل critical section، بس يعني cost عالي ك communication cost. مش بس كده هوت، طب انا عندي كام point of failure هنا هوت؟ اقول لك الحقيقة الالجوريزم دوت it has n points of failures. n points of failures بمعنى ان لو اي واحد في البروسيسيز دول مات، بعت الواحد وما ردش عليا، تمام، انا مش هقدر ادخل لغايه اما كلهم يردوا عليا يقولوا لي اوكي. فالسايلنس دوت اللي انا بعت له ما ردش عليا، احتمال ابقى فاهم ان انا لسه الدور ما جاش عليا وانا بلوكت وهبقى قاعد على طول. ممكن الالجوريزم دوت يتغير كده في حته صغيره، ان لما حد يبعت لي حاجه لازم ارد عليه، يا اما اقول له اوكي يا اما اقول له نوت اوكي. يعني بدل ما ان هو بروسس 0 ما ردتش على بروسس 2، كان ممكن يرد عليه يقول له نوت اوكي، كانه هارت بيت كده هو انا لسه عايش. وقتها السندر وقتها ممكن يحاول يعيد المحاوله لاحقا، يستنى كده شويه يعمل باكينج اوف، تمام، يستنى شويه وبعد شويه يبعت ريكوست ثاني انا عايز ادخل كريتيكال سكشن، تمام. ممكن لما اجي ابعت ريكوست لو ما ردش عليا، ها انت صاحي ولا نايم؟ رد عليا. في بروبلم تانية في السوليوشن دوت الحقيقة، ان انا محتاج سم مالتي كاست بريميتيف. يعني انا محتاج ان انا يكون عندي حد تاني وليكن هو الميدل وير اللي يقوم لي بالشغلانة دي، اقول له ان انا عايز ابعت لايه؟ للناس اللي موجودة الجروب اوف بروسيسز دي كلها ابعت لهم. لان لو ما عنديش الحد ده يبقى انا لازم اخد بالي وابقى عارف مين الـ currently active processes اللي موجودين، الـ group of processes. أنا هنا في الرسمة بقول لك process 0 1 و 2، سهلة، ثلاثة قدامي، احنا ثلاثة processes وعارفين بعضينا. احنا لو 100 process، تمام، هو أنا عارف مين فيهم موجود دلوقتي، مين فيهم صاحي ومين فيهم نايم. ما يمكن عندي some processes asleep مش موجودين دلوقتي، فيبقى احنا عايزين نعمل mutual exclusion بين الناس الصاحية بس. يبقى حتة group membership ومين member في الـ current group ومين بره الجروب، تمام، هل هضطر ان انا اخدها في اعتباري ولا في عندي حد زي الميدل وير هو اللي ياخدها في اعتباره؟ الدروباك الثالث للسوليوشن ديت الحقيقه ان انت كل ديسيجن كلنا هندخل فيها. يعني بروسس 0 كان عايز كريتيكال سكشن هنا، فبعت لبروسس 1 وبروسس 2، راح مشغل بروسس 1، بروسس 1 قال له ماشي ادخل يا عم كريتيكال سكشن انا مش عايز. بروسس 2 قال له ادخل انت كمان.
بروسيس 2 عايز يدخل كريتيكال سيكشن، بروسيس 1 قال له ايه ادخل يا عم، بروسيس 1 مش عايز يدخل كريتيكال سيكشن، ومع ذلك بنشغله، مع ذلك بناخد شويه سايكلز منه ان هو ايه رد علينا يا عمنا احنا عايزين كريتيكال سيكشن، هو قاعد ماشي يا عم انت ادخل، انت ادخل كريتيكال سيكشن، انت ادخل كريتيكال سيكشن، وهو يعني بنستغله وبس. بعض الاوقات getting permission for everybody ممكن تكون اوفر كيل يعني، فممكن نعمل لنا سوليوشن كده هو حته في حاجه زي كده. هل انا لازم اخد اسمع للناس كلها ولا ممكن اسمع بس من ماجوريتي يعني سيمبل ماجوريتي، ماجوريتي فوتينج تمام، لو لقيت اكتر من نص البروسيسز ردوا عليا خلاص ادخل الكريتيكال سكشن، ادخل الكريتيكال سكشن. لو احنا 100 بروسيس وانا واحد من المية وخمسين ردوا عليا، فالباقيين اللي هم 49 حتى لو ردوا على حد تاني مش فارق، التاني دوت مش هيدخل الكريتيكال سكشن لان معهوش ماجوريتي، وهدخل انا لو عندي 50 واحد ردوا عليا، بحيث ان ايه مثلا. طب ولو جالي بقى ريبلاي من ال 49 اللي ما كانوش ردوا، لو كانوا ردوا عليا بقى بعد كده هوت متاخرين، كانوا متاخرين ما كانوش ردوا لحد تاني بس كانوا متاخرين، مش فارقه الريبلايز ديت تبقى دروبت تمام لو جات لي انا متاخر. الحل الجوريزم اللي بعد كده هوت اتس توكن رينج الجوريزم. توكن رينج الجوريزم بيقول لك اورجانيز بروسيسز ان لوجيكال رينج، يعني كاننا عندنا كده هوت اوفرلاي نتورك على شكل رينج، اند وي ليت ا توكن بي باست بتوين ذم، يبقى في توكن كده هوت، والتوكن ديت بنوزعها بين ايه واحد والتاني. ذا وان ذات هولدز ذا توكن از الاود تو انتر اتس كريتيكال سكشن، لو هو عايز، لو هو مش عايز هيعمل ايه؟ يروح يحذفها على اللي بعديه. يبقى عندي overlay network now constructed as logical ring with circulating token. ادي النودز بتاعتنا والتوكن مع زيرو هيبعتها لواحد، هيبعتها لاثنين and so on. Eventually هترجع لي تاني، لو ما حدش بيستخدم الريسورسز ديت التوكن بس هتفضل تلف فيما بينهم. ممكن يحصل starvation، مش هيحصل starvation، يعني لازم هيجي لي مره في كل لفه. بس الحقيقه في بعض المشاكل في السوليوشن دوت. يعني ممكن اول حاجه ان التوكن مثلا ممكن it might get lost. ممكن التوكن تقع تضيع. ممكن النود اللي معاها التوكن تموت. طب احنا هنحتاج وقتها نجنريت توكن، طب يا ترى هنعمل جنريشن لتوكن ازاي؟ مين فينا يا جماعه اللي هيجنريت التوكن؟ محتاجين نختار واحد مننا، ممكن نعمل عمليه وي الكت ليدر، نعمل ليدر الكشن كده هوت، نختار واحد يبقى الواحد دوت هو اللي يجنريت التوكن. احنا عايزين واحد يجنريت التوكن مش اثنين. فاول بروبلم ان احنا مش عايزين ان انا حسيت ان التوكن ميسنج وانت حسيت ان التوكن ضايعه، فانا اعمل جنريشن وانت تعمل جنريشن. فاول حاجه دي هنحلها عن طريق ليدر الكشن، ان هو واحد بس اللي يعمل جنريشن للتوكن. النقطه الثانيه، طب انت حسيت ازاي ان التوكن ضاعت؟ قعدت كتير قوي عبال ما التوكن ما جاتش، ما يمكن الناس اللي قبليك لسه بتشتغل. فبرضه دي مشكله ان انا مش قادر احس الفرق بين سلو كمبيوترز وبين فيلينج وانز. يا ترى اللي ماسك التوكن مات ولا هو بس ايه المسج يمكن اللي اتبعتت ضاعت؟ طب لو المسج اللي فيها التوكن راحت يبقى على الاقل التوكن وهي ماشيه ممكن نعمل لها اكنولجمنت. في نقطه ثانيه، طب انا جيت ابعت التوكن للي بعديه ما عمليش اكنولجمنت. ايه يا عمنا انا بكلمك، ابعت له التوكن ثاني ما بيردش عليا، بعتها له تالت ما بيردش خالص، النود اللي بعديه الله، طب ما يمكن النود اللي بعديه تكون ماتت. طب في الحاله دي محتاج اعمل ايه؟ اقول لك خلاص بدل ما تبعت للي بعديك ابعت للي بعد اللي بعديك. ايه ده؟ هو انا محتاج ان انا ابقى عارف مين اللي بعد اللي بعديه كمان؟ يعني مش كفايه ان انا عارف مين اللي بعديه؟ طب لو اللي بعد اللي بعديه كان مات ابقى عارف مين اللي بعد اللي بعد اللي بعديه؟ ده انت عايزني كلنا يبقى معانا الكونفجريشن بتاعت الرينج كلها، ولو واحد مات وواحد دخل مكانه ويبقى كل شويه عايزين كلنا نبقى عارفين مين، يعني اتس ان اوفر هيد.
that everyone maintains the current ring configuration. يبقى احنا في الميوتشوال اكسكلوجن شفنا حتى الان ثلاث حلول، فاضل لنا الرابع. اول حل كان عندنا سنترلايزد كوردينيتور كده، اهوت نبعت له لما يرد عليا هدخل. ثاني واحد كان ديستريبيوتد الجوريزم، والديستريبيوتد الجوريزم لما عايز ادخل هاخد بيرميشن من الناس كلها او من ماجوريتي منهم. الحل الثالث اللي خدناه اللي هو التوكن رينج، والحل الرابع تعالوا نبص على فولي ديسنترلايزد الجوريزم. السوليوشن ديت بيزد على ماجوريتي فوتنج. هنا بنقول هنأسيوم ان عندنا مجموعه من الريسورسز، اي ريسورس منهم ريبليكيتد ان تايمز، كل ريسورس ريبليكيتد ان تايمز، ومع كل ريبليكا ويأسيوم ان عندنا كوردينيتور. كوردينيتور ده هو المسؤول عن الريبليكا ديت. لما حد يجي يقول I want to get an exclusive access للريسورس، تمام، هو محتاج يجيب majority voting، تمام، مش محتاج ان هو ياخد voting من كل coordinators بحيث ان هو يقدر ياخد ال exclusive access دوت. لا، هو محتاج يدوبك ياخد ايه M، ده رقم اكبر من N على 2، ياخد اكتر من 50%، ده majority vote. ممكن تقول لي انا عندي مثلا 32 replica، ممكن اقول لك خلاص انت ممكن تاخد لك لو 20 كوردينيتور ردوا عليك قال لك اوكي خلاص ادخل واكسس الريسورس وانت ضامن ان مفيش غير ايه غيرك انت اللي موجود. وهنا اسامبشن كمان ان الكوردينيتور دايما بيرد على طول. يعني ايه؟ يعني اما انت هتقدر تدخل اكسكلوسيفلي فكوردينيتور هيقول لك اوكي وخد لي الاكسس لوحدك، يا اما مش هتقدر تاخد ميوتشوال اكسكلوسيف اكسس، تمام، فهيرد عليك يقول لك بيرميشن ديناي، وانت تستنى لك بقى شويه كده اهوت، يو باك اوف سام تايم، سام راندوم تايم كده اهوت، بقى تعيد المحاوله مره ثانيه. برضو الاسامبشن الثاني موجود عندنا ان الكوردينيتور لو عمل كراش ات ويل ريكفر كويكلي. يعني الكوردينيتور مش هيقعد ينام مده طويله، لا، في ريكفري سريع، كان السيستم كده اهوت حصل ريبوت، كانك تشوف كده اهوت الكوردينيتور حصل له ريسيت. ومهم ان الكوردينيتور دوت لما يحصل ريسات ويصحى تاني بقى من النوم هيكون ناسي اللي حصل في حياته السابقه. هيحصل له فورجيت، هي فورجيتس كومبليتلي اباوت بيرميشنز ات هاد جرانتد. يعني ممكن يكون قال لك اوكي تمام وبعد كده راح مات، ولما جه صحى من موته ايه ده، هو انا قلت له ايه؟ ولا عارف اساسا ان انت طلبت اي حاجه. طيب يا اما الكوردينيتورز هيردوا عليك ويقولوا لك اوكي، يا اما مش هتاخد ماجورتي فوت، فلو ما خدتش ماجورتي فوت خلاص هتعيد المحاوله مره ثانيه، اخدت ماجورتي فوت هتدخل. طيب الكوردينيتورز بتقع وبترجع ثاني، هل ده معناه ان السيستم روبست عندنا؟ يعني ايه السيستم روبست؟ يعني هل فعلا ممكن انت ضامن انك تحصل على ماجورتي فوتس لو في عدد كافي من الكوردينيتور صاحي، ولا ممكن يحصل ريسات لعدد كبير من الكوردينيتورز، تمام، فما تقدرش تحصل على ماجورتي فوت؟ يعني يحصل فيلير للكوركتنس بتاع الالجوريثم دوت لو ما كانش فيه عدد كافي من الكوردينيتورز اب اند رانينج. يعني عندك 32 كوردينيتور، 32 ريبليكا، لو واحد فيهم مات خلاص ايه مشكله لما هيصحى بسرعه، لو اتنين مفيش مشكلة، لو تلاتة مفيش مشكلة. طب ايه هو عدد الفيليرز اللي ممكن تحصل بحيث ان انت ما تقدرش تحصل على ماجوريتي فوتينج؟ وقتها يبقى كده هو حصل فيوليشن للكوركتنس بتاع الالجوريثم دوت، الالجوريثم دوت ما يشتغلش. تعالوا نقدر نحسب حاجة زي كده هوت. لو جينا بصينا if we let p بتساوي دلتا تي على تي، تمام، دي ايه ديت؟ بيقول لنا ديت البروبابيليتي ان الكوردينيتور يحصل له ريسيتنج for an interval delta t during his lifetime t. يعني مثلا لو الكوردينيتور دوت قاعد 24 ساعة عمل ريسات مثلا لمدة نص دقيقة، عمل ريسات 3 ثواني وبعد كده بساعتين ثلاثة عمل ريسات كمان بثلاث ثواني وبعد كده بساعة عمل ريسات بثلاث ثواني وهكذا، خلال اليوم كله عمل دلتا تي 10 ثواني نص دقيقة، وكابيتال تي ده اليوم كله. فيبقى البروبابيليتي ان يبقى عندي K out of M coordinators they reset at the same interval، يعني هيبقى عندي M coordinator تقول لي في الانترفل دوت ده حصل له failure، حصل failure في المدة دي.
طب انت هل انت حصلك فيلير في نفس المده وانت كمان وانت كمان، ايه probability ان كي يحصل لهم فيلير من الام كوردينيتورز اللي انا منتظرهم؟ فنبص على حاجه زي كده، هو ام كي اوت اوف ام ذاتس باينوميال ديستريبيوشن، فيبقى بي اوف كي probability ان كي من الام دول يحصل لهم فيلير اي كي بقى، فتبقى ام سي كي بي تو ذا باور كي 1 ماينس بي تو ذا باور ام ماينس كي، ديت باينوميال ديستريبيوشن درسناها لما خدنا probability قبل كده اهوت. وما تخافوش مش هسألكم مسائل probability في الكورس هنا اهوت. طيب لو عندنا عدد من الكوردينيتورز حصل لهم reset at the same time، نقول f coordinators حصل reset، هل ده يمنعني من ان انا احصل على majority vote؟ زي ما قلت لكم مثال ان انا عندي 32 coordinator وعندي 2 coordinators حصل لهم failure at the same time، هل ده يمنعني من ان انا احصل على الام اللي انا كنت منتظرها؟ كنت منتظر احصل على 20 واحد من ال 32. فبنقول ان the correctness is violated امتى؟ when there is only a minority of non-faulty coordinators، يعني عدد الكوردينيتورز اللي هي up and running اللي هي non-faulty. تمام، لو حصل لو كان عدد دوت كان minority في الحالة ديت هيحصل violation للcorrectness and I will not be able to obtain positive reply من الmajority vote اللي أنا عايزها. هنا بيقول لنا when m minus f، m دوت عدد الكوردينيتورز اللي أنا منتظر إن أنا أحصل على majority vote بتاعهم minus الفيليرز اللي حصلت فيها يكون اقل من n over 2، بمعنى ان f هتبقى لوحدها اجيبها في طرف تاني هتبقى اكبر من او تساوي m minus n على 2. يعني لو f كانت بواحد ديت مش مشكله، لو f باتنين مش مشكله، لو n كانت كبيره، بس f من اول رقم معين اللي هو m minus n على 2، لا ده انا كده هوت ممكن ما احصلش على majority vote، ولو في f حصلت اكتر من كده برضو مش هحصل على majority vote and so on. فيبقى probability ان يحصل violation هو ان يحصل عدد من الفيليرز من اول n minus n على 2 او اكتر، لغايه ان شاء الله يحصل لي ان كل عدد الكوردينيتورز كلهم يحصل لهم فيلير، يبقى هجمع probability ديت من اول k بتساوي m minus n على 2 لغايه capital N. هل probability ديت كبيره؟ اقول لك الحقيقه لا، probability دي مش كبيره. الحاجه الحلوه ان احنا ممكن نيجي نحسبها بنفسينا، يعني لو عملنا assumption الجدول ده بيديني for various number of عدد coordinators او replicas اللي هي ال n والmajority vote اللي انا متوقعها، يعني مثلا عايز 32، عندي 32 replica 32 coordinator، تقول لي majority vote اكتر من 50%، طب يعني 17. طب لو ال 17 كوردينيتور دول انا متوقع عايز 17 كوردينيتور يكون up and running عشان يدوني يقولوا لي positive، افرض ان probability ان يحصل لك فيلير بيحصل لك reset قد ايه؟ تقول لي 30 ثانيه كل ساعه. تيجي كده على مدار اليوم كله وتشوف حصل لك الدلتا تي على الكابيتال تي، بيحصل لك الريت 30 ثانيه لكل ساعه فيلير. انت بجد الكمبيوتر بتاعك يا ترى بيحصل له فيلير كل قد ايه؟ كل قد ايه بتعمل ريستارت للماشين بتاعتك؟ كل قد ايه بيحصل لك هانجنج يعني؟ ف30 سكند بير اور، تمام، ذاتس ريزونبل اسامبشن، ان انت تبقى الماشين شغاله لمده ساعه وحصل لك فيلير، تمام، وتحتاج انك تعمل ريبوت، وخلال الريبوت دوت بتريبوت خلال وقت معين بالكثير 30 ثانيه. اقول لك لو جيت حسبت البروبابيلتي ديت بالارقام دي، اقول لك البروبابيلتي ان انت ما تقدرش تحصل على ماجورتي فوت يمكن 10 تو ذا باور ماينس 35، رقم صغير جدا جدا. ولو تطلبت ان انت عايز تحصل على ماجورتي فوت من ام يمكن ب 24 كمان من ال 32، اقول لك ان انت يحصل لك فيلير، تمام، ما تقدرش تحصل على ماجورتي فوت 10 تو ذا باور ماينس 49. ان جنرال نقدر نقول ان probability of violating correctness وان احنا ما نقدرش نحصل على ماجورتي فوتس كان بي سو لو لدرجه ايه؟ that it can be neglected in comparison to other types of failure. يعني انا distributed system وتيجي تقول لي بص انت لو وصلت وحصل الاحتمال دوت لو هيحصل اللي هو 10 to the power minus 49، اقول لك ده اصلا قبل ما الاحتمال ده يحصل هيكون حصل لك another failure. هناخد لنا الشابتر بتاع full tolerance وهنشوف انواع مختلفه من الفيليرز اللي ممكن تبقى موجوده، تمام، بprobability اعلى من دوت، ونشوف ازاي وقتها هنعمل لها handling. فالرقم 10 to the power minus 30 ولا minus 49 رقم صغير جدا، تمام، we will ignore it اساسا لان there will be another type of failure قبل ما نوصل للفيلير دوت.
زي ما احنا اتفقنا من اول خالص، كانت اسامبشن عندنا هنا هوت ان الكوردينيتورز ديت ايه هترد على طول، يا اما تقول لك يلا ادخل خد ميوتشوال اكسكلوجن اكسس على الريسورس، يا اما هيقول لك بيرميشن دينايد، وفي الحاله دي في بروسيس از دينايد اكسس تو ا ريسورس، ولما طلبت من الكوردينيتورز ما جالهاش ماجوريتي فوت تمام، ات ويل باك اوف فور سام راندوملي تشوزن تايم، هتقعد تستنى كده وبعد كده ايه تعيد المحاوله مره ثانيه. نتكلم بعد كده على election algorithms. كتير قوي من الأوقات بنحتاج حد كده هو نسميه coordinator مثلا، أو حد هو اللي يبدأ some process ويبقى initiator. ممكن نحتاج حد يحكم ما بيننا يبقى arbiter. فإحنا مين الحد دوت ونختاره إزاي؟ فهنختاره بعملية انتخابية بنسميها an election process. هي النقطة the question is how to select this special process dynamically. بعد السيستم ممكن الكوردينيتور دوت يكون chosen by hand، تقول لي بص file servers مثلا ده الكوردينيتور دوت هو اللي هنحتكم له لو اختلفنا، ولكن دوت centralized solution single point of failure مش هو دوت اللي احنا بندور عليه. احنا النهارده بندور على يعني some distributed algorithm. And assumption الموجودة عندنا that all processes they have unique IDs، كل واحد عارف ال IDs بتاعت كل ال processes اللي موجودة في السيستم، يمكن ما يعرفش إن كانوا صحيين ولا نايمين، بس على الأقل عارف إيه ال IDs اللي موجودة. Election means identifying the process with the highest ID that's up. هنفترض إن المفروض الليدر بتاعنا هو اللي ال ID بتاعه process ID بتاعه أعلى ID. فنبدأ أول algorithm هناخده مع بعض بنسميه the bully algorithm election by bullying. bully algorithm هو الفتوة، فالالgorithm بتاعنا عبارة عن فتوة ال ID بتاعت كل process تمام، يعني consider n processes P0 P1 لغاية Pn minus 1 و you let ال ID بتاع Pk هي k، يعني أول process ال ID بتاعها نمرة 0، الID بتاع process اللي بعديها نمرة 1، ID بتاع process اللي بعديها نمرة 2 and so on. When a process PK notices that the coordinator is no longer responding، coordinator ما بقاش موجود، فممكن ان هو يدعو الانتخابات. It initiates an election. فيبقى لو انا كده قاعد وحاسس ان الفتوة مش موجود، هو ايه يا جماعة الفتوة فين؟ الفتوة مش موجود، فخلاص فهدعو لإلكشن الانتخابات. بس الحقيقه يعني لما حاجه اتكلم في الانتخابات احنا في شويه فتوات موجودين يعني، فمش هنتكلم الناس الصغيره، هبعت للناس الاي ديز بتاعتها اعلى مني، يعني لو عايزين فتوه هيبقى فتوه كبير مش هناخد فتوه صغير. So PK sends an election message to all processes with higher identifiers اللي هو PK plus 1 و PK plus 2 لغايه ما اخر واحد فيهم. لو ما فيش حد اكبر مني بيرد ويقول انا موجود تمام، خلاص يبقى انا الفتوه انا اللي همسك الايه المجموعه دي. لو حد اكبر مني رد عليا خلاص هو اللي هيكمل الانتخابات، وانا لو انا موجود ولقيت حد اصغر مني بيقول يلا بينا انتخابات هقول له اقعد ساكت يا ابني اقعد ساكت، وانا اللي هكمل الانتخابات بدالك. The receiver then holds the election unless it's already holding one. دي نقطه ثانيه، ان ممكن انا اثناء ما انا شغال في انتخابات وجات لي رساله تمام ايه ده هو انتوا عاملين انتخابات، احنا بدانا الانتخابات قبليكم، زي ما انت حسيت ان الكوردينيتور ميت انا كمان حسيت ان الكوردينيتور ميت وانا كمان عملت انتخابات. انت لو الاي دي بتاعي انا صغير تمام هقعد ساكت، خلاص في واحد فتوه اكبر مني هو اللي هيدخل وهيشيل الليله تمام، او لو هو كان الصغير انا اللي هسكته وانا اللي هكمل الانتخابات بتاعتي هي اللي هتكمل. وممكن لما نعمل العملية الانتخابية ديت دعوة الانتخابات نكتب الاي دي بتاع مين اللي عمل الدعوة ديت، ان الدعوة ديت هتمشي بين البروسيسز فيبقى معروف ايه ان دي الانتخابات بتاعتي مش الانتخابات بتاعته. ولو الفتوة الكبير صحى بقى من النوم وهيبص على الناس اللي موجودين ايه العيال الصغيرة اللي موجودة ديت، يروح مسكتهم وهو اللي يدعو الانتخابات ويقول انا الفتوه الكبير انا اللي موجود انا اللي ايه همسك مجموعه البروسيسز وانتم بتسمعوا كلامي.
تعالوا نبص على مثال مع بعض. بروسس 4 بروسس 7 ده كان اكبر اي دي، ده هو دوت كان الفتوه الكبير، ده كان الكوردينيتور، ده اللي كان الليدر، مات راح ينام شويه. فبروسس 4 حس ايه ده، هو فين الكبير بتاعنا؟ الكبير بتاعنا مش موجود. هي هولدز ان الكشن، يبعت دعوه للانتخابات. هيبعت لمين؟ للناس اللي اكبر منه، 5 و6. 5 نايم ولا صاحي؟ لا 5 صاحي. هي 5 خلاص عرفنا، هكمل انا مكانك، اقعد ساكت. 6 يروح برضو مسكت، 4 يقول له اوكي خلاص اقعدوا ساكتين. 5 و6 ما يعرفوش ان هم موجودين لسه مع بعض صاحيين. 5 هيعمل ايه؟ 5 هيعرف ان هو هيكمل الانتخابات، هيبعت اللي اكبر منه. هيبعت لمين؟ هيبعت لستة والسبعة، بس سبعة ميت مش هيرد عليه. سبعة ستة في نفس الوقت كان جاله ريكوست دوت، فهو هي ويل تيك اوفر، هيدعو للانتخابات. هيبعت لمين؟ للي اكبر منه. هيبعت لسبعة، سبعة ميت ما بيردش عليه. ستة لما جاله ريكوست من 5 ايه اللي هيعمله؟ هيسكته، يقول له اسكت خالص، اوكي انا عرفت ان في انتخابات، اقعد ساكت ما تكمل، مش هتعمل حاجة. حاليا 6 هو اللي بعت اخر واحد، بعت لسبعه، سبعه ما ردش عليه. فسته هو الفتوه الكبير حاليا، وهو اللي هيعلن سطوته بانه يبعت للناس كلها ويعمل عمليه برودكاستنج، يا جماعه انا الكوردينيتور دلوقتي. يبقى في الاول خالص 4 لما حس ان ما فيش اي حد، الكوردينيتور مش موجود مش قايم بدوره، فراح عمل دعوه للانتخابات، بعت لكل البروسيسز الاكبر منه، 5 و6 و7 اللي هو كان كوردينيتور موجود اصلا قبل كده اهوت، وراح نام. 7 ما ردش عليه، 5 رد وقال له ماشي هكمل انا مكانك، و6 قال له خلاص ما تقلقش هنشيل الليله احنا. 5 راح بعت ل6 وبعت ل7 دول اللي اكبر منه، 7 برده ما ردش عليه، و6 راح رد عليه قال له اوكي انا عارف خلاص انا موجود وهكمل. 6 بعت لسبعه، 7 ما ردش، ف6 عرف ان هو الفتوه الكبير، تمام. فراح بعت لكل الناس برودكاست مسج ان هو الكوردينيتور. فده الجوريزم بنسميه election by bullying. الجوريزم تاني it's an election in a ring، يعني كان عندنا توكن رينج زي اللي كانت موجوده ايام ميوتشوال اكسكلوجن، لما ادينا سوليوشن عن طريق توكن رينج وقلنا اللي معاه التوكن هو اللي هيدخل دوت، وبعد كده قلنا في النص طب لو التوكن راحت، طب عايزين حد هو اللي كرييت التوكن عشان مش اتنين يعملوا كرييشن للتوكن، طب مين الحد دوت؟ فقلنا ليتس الكت سام كوردينيتور، حد هو اللي كرييتد التوكن ديت، فيكون نعمل له الكشن. فاحنا هو البروسيسز بتاعتنا هتبقى organized into a logical ring. So process priority is obtained by organizing processes into a logical ring. Process with the highest priority المفروض ان هو يبقى coordinator، تمام. احنا processes موجودين، طب يا ترى مين الكبير اللي صاحي ال up and running دلوقتي؟ ممكن coordinator يدخل ينام شوية يموت شوية. اي process من حقها انها تدعو الحاله بتاعتنا ان هو ان رينج للانتخابات. It can start an election by sending a message، هيجيب بقى رساله كده اهوت، والرساله ديت يكتب فيها ايه؟ انا عامل انتخابات، انا فلان الفلاني عامل انتخابات، وهيبعتها للسكسسور بتاعه في الرينج. طب لو السكسسور كان ميت فهو كمان ابعتها للي بعديه. يبقى انا كده اهوت برضو اي اخد في اعتباري الرينج كونفيجريشن، يا اما الميدل وير هو اللي اقول له ابعتها للي بعديه، والميدل وير هو اللي ياخد باله بقى مين اللي بعديه. فكل ما المسج ما تتبعت السندر يحط نفسه اي دي بتاعه جوه المسج، فاللي بينيشيت الالكشن هيكتب الاي دي بتاعه في المسج ويبعتها للي بعديه، اللي بعديه هيحط الاي دي بتاعه في المسج ويبعتها للي بعديه، وهكذا لغايه اما ترجع له. كل واحد في الرينج من حقه انه يعلن عن وجوده. Everyone had a chance to make its presence known. الانيشيتور في الاخر خالص هتجي له المسج فيها الاي ديز كلها بتاعت الناس الصحيه، تمام. وقتها هيشوف مين اكبر اي دي مكتوب فيها وهيعلنه ان هو دوت الكوردينيتور. طيب تعالوا نبص مع بعض على مثال عندنا هنا اهوت.
بروسس 7 كانت موجوده، كان عندنا 0 1 2 3 4 5 6 7، وبعد كده بنرجع للزيرو، دي الرينج بتاعتنا، و7 راح مات. ففي الحاله ديت الحقيقه في اتنين حسوا ان الكوردينيتور مش موجود، طلبوا مثلا حاجه من الكوردينيتور ما بيردش عليهم كذا مره، الله الكوردينيتور نام ولا ايه اللي حصل له. بروسس 6 وبروسس 3 هما الاثنين في نفس الوقت حسوا ان مفيش كوردينيتور، هما الاثنين اعلنوا الانتخابات. الخطوط اللي هي السوليد اللي من بره ديت المسج بتاعت الانتخابات اللي بدأت عند 6، الخطوط الدوتد ديت الانتخابات اللي بدأت عند 3. فعند 3 بدأ اعلن انتخاباته وكتب الاي دي بتاعه 3، 4 راح مزود نفسه للليسته، 5 راح مزود نفسه للليسته، 6 حط نفسه في الليسته، وبعد كده 0، وبعد كده 1 2 3 جاله هنا اهوت، فتلاله 3 جات له المسج فيها مين البروسيسز اللي موجودين في الرينج اب اند راننج دلوقتي، عرف ان 6 هو دوت الكوردينيتور. 6 في نفس الوقت عمل الانتخابات في نفس الوقت برضه 6، وزاد عليها 0، المسج زاد عليها 1 2 3 4 5، ورجعت ل6. ف6 بص على المسج، بص الاي دي، 7 ما اتحطش اي دي بتاعه في الليسته، خلاص يبقى هو انا اللي هبقى الكوردينيتور. ممكن بعد كده الكوردينيتور بقى يتبعت مسج، يا جماعه نعمل برودكاست، الكوردينيتور هو فلان الفلاني. الحلول التراديشنال سوليوشنز للالكشنز الحقيقه يعني مش دايما بتمشي في وايرلس انفايرمنت. وايرلس انفايرمنت يعني هي وايرلس انفايرمنت عندها اسامبشنز ثانيه غير اللي موجوده، يعني ما تقدرش مثلا اتس نوت رياليستيك ان انت تقول ان مسج باسنج از ريلايبل. ان وايرلس انفايرمنت ممكن تبعت المسج وما تبقى ما ترجع لكش، ما يجيلكش اي حاجه، تضيع، الراجل اللي انت بتبعت له يبقى اوت اوف ريتش، مفيش اي حد يبعت له المسج يتكلم معاه. ما تقدرش تعمل اسامبشن ان التوبولوجي بتاعتك ويل نوت تشينج، كانك تقول لي انا عندي رينج واحنا موجودين بطريقه معينه، ده يمكن اللي بعديه ده اوت اوف ريتش وبعيد خالص. فهناخد مثال سمبل اكزامبل كده هو فور وايرلس نتوركس، مثال اد هوك نتوركس كده هو، تعالوا نبص عليه مع بعض. To elect a leader ممكن أي حد يقول يلا يا جماعة إيه ده، إحنا عايزين لنا leader، يلا بينا نعمل الانتخابات. Any node in the network، النود ديت هنسميها the source، it can initiate an election by sending message كده هوت، election message، وهيبعتها لمين؟ بيبعتها لكل اللي حواليه. بيبعتها لكل اللي حواليه. هناخد لنا مثال عندنا هنا هوت، النود A ديت مثلا هي اللي هتبدا الانتخابات، فهتبعتها مسج الكشن كده دعوه للانتخابات لكل اللي حواليه اللي هي نود B ونود J. لو انا جات لي دعوه انتخابيه من حد وانا عمري ما كنت سمعت على الانتخابات دي قبل كده، خلاص انا هعتبر اللي بعت لي المسج دوت ابويا. هبعت لي المسج ده ابويا. When a node receives an election for the first time, it designates the sender as its parent. Just designation، هعتبره ابويا، مش هقول له حتى. كل اللي هعمله ان انا هكمل دعوه ابويا. يعني ايه؟ يعني هاخد المسج اللي جات لي ديت وهقول للي حواليا، هقول للي حواليا كلهم يا جماعه احنا عاملين انتخابات. لغايه ما مش اكيد مش هبلغ ابويا، ده هو اللي قايل لي. تعالوا نشوف مثال مع بعض. ايه هنا هو اتبعت، قال لكل اللي حواليه مين اللي استقبل الرساله، بي وجي، فبي يعتبر ايه البيرنت بتاعه، وجي يعتبر ايه البيرنت بتاعه. البيرنت في ايه؟ هو احنا في الاخر خالص هنعمل تري، فالتري كل نود ليها بيرنت نود. بي لما اخذ المسج هيبرودكاست، هيقول لكل الناس اللي حواليه ما عدا ابوه، مش عايز يقول له، او لو جاله، لو الاب جاله الرساله هيطنشها. فبي هيقول لي سي وجي، وفي نفس الوقت جي هيقول اللي حواليه كلهم ما عدا ابوه هيقول برضه لجي. يا ترى جي استقبل المسج من مين الاول؟ جي استقبل المسج من بي الاول، فجي اعتبر بي هو ابوه وطنش المسج بتاعت جي. جي اعتبر بي ابوه وطنش المسج بتاعت جي، وسي اعتبر بي هو ابوه،
وكل واحد هيبلغ اللي حواليه، سي هيقول لدي واي، وجي هيقول لاي واتش، وبرده هنا هو اي سمع الاول من مين؟ سمع الاول من جي، فدي اعتبر السي ابوه، الاي اعتبر الجي ابوه، ما اعتبرش السي، هو سمع الاول من الجي، والاتش سمع من الجي فاعتبر هو الاب. كده هو عندنا 2 و1 واتش حاليا المسج وصلت لهم، هيبلغوا اللي بعديهم. فواحد اي دوت هيبلغ مين؟ اي عايز يقول لكل اللي حواليه، هو كان سمع اصلا من سي وطنشه فمالوش لازمه يبعت له تاني، تمام. هو هيبلغ دي وهيبلغ اف، 2 هيبلغ اي وهيبلغ اف، اتش هيبلغ اي. نيجي نبص كده هوت اي مالوش سمعش غير من اتش، هيعتبره ابوه. الاف سمع من دي واي، فاف سمع من اي الاول فاعتبر اي ابوه، وراح مطنش المسج بتاعت دي، واي طبعا طنش المسج بتاعت دي. وصلنا للسيتويشن كده هوت، كل واحد لما يجي يبعت لاي حد تاني غير ابوه خلاص مفيش حد جديد هبلغه. النودز اللي احنا وصلنا لها ديت هي عباره عن ليف نودز. If all the neighbors already have a parent, تمام، فبالتالي يبقى أنا ليف. لو كل اللي حواليا لهم parents already خلاص ما عنديش حد جديد أبعت له. طب إيه اللي هيتعمل دلوقتي في الإلكشن دي؟ كل واحد من الليفز دول هيبلغ البيرنت بتاعه بالكاباسيتي بتاعته، بصحته. كل نود من دول الدايرة مكتوب جواها الكاباسيتي بتاعت النود دي. يعني ايه الكاباسيتي؟ على حسب صحته ايه. احنا عايزين نختار واحد يكون صحته كويسه، مش عايزين نختار واحد عيان عشان يعرف يكمل بينا مشوار. يعني لو احنا مثلا الكاباسيتي بتاعتنا افترضناها ان هي الباتري مثلا، وانا الباتري بتاعتي كبيره وانت الباتري بتاعتك صغيره وانت الباتري بتاعتك متوسطه، اكيد نفسنا في كوردينيتور يعيش معانا مده، مش عايزين ناخد واحد صحته تعبانه عجوز وخلاص هيموت، تمام، ونختاره وبعد كده بعديها بيومين ثلاثة عايزين نختار لنا نعمل إلكشن مرة تانية ونختار واحد عجوز يروح ميت لنا بعديها بيومين، ملهاش معنى. فممكن نختار نود تبقى الباتري بتاعته كبيرة، كاباسيتي بتاعته كبيرة، يقدر يكمل معانا المشوار لمدة طويلة. فإيه اللي هيحصل هنا هو كل واحد خلاص الأسهم ديت كل واحد بيشاور لأبوه، هيبعت مسج لأبوه يسمع من عياله الأول. على فكرة الخطوات اللي اتعملت في الأول هنا هو لما A بعت لبي وبعت لجي هنا هوت، في الخطوات اللي بعد كده B بعت لسي وH وجي وهكذا، ما حدش رد على أبوه. أنا قلت لك إيه، هو اعتبره أبوه بس ما عملوش ريبلاي. الريبلاي هيجي في الآخر هنا هو، فالريكوستس جات من فوق في التري كده هوت، الريبلاي هتطلع من تحت. هرد إمتى؟ لما أسمع من كل ولادي. هرد إمتى؟ لما اسمع من كل اولادي. فانا هنا هوت نوت اي هتبعت لاتش هتقول له انا اي تمام صحتي 5. اتش يبص انت صحتك 5 لا ما تكفيش، انت خليك قاعد، ده انا صحتي احسن منك، فانا هبعت للبيرنت بتاعي اتش و8. الاف هتبعت الكباستي بتاعتها 4. الدي هتبعت الكباستي بتاعتها 2، والسي هيروح بص عليها لا ده انا الكباستي بتاعتي احسن من الاثنين، رجع انا السي 3. الاي بص ان هوت انا الكباستي بتاعتي 1 بس ابني الكباستي بتاعته 4، خلي الاف 4 هي اللي ايه ترجع. النوت جي هنا هوت جالها 2 من عيالها، اف 4 واتش 8 وانا 2، لا ده اتش صحته اكتر، نبعت الاتش للبي، البي كان سمع من السي ب 3 هيرجع للاي ان اتش ب 8. الاي في الاخر خالص هيعرف ايه، لا يا جماعه ده هو واضح جدا ان ايه الاتش هو اكتر واحد صحته كويسه فينا، فيروح باعت له تمام، يعلن ان الاتش دوت هو الكوردينيتور بتاعه. وممكن يعمل بقى بروباجيشن لنتيجه الالكشن في نفس السبانينج تري اللي موجوده قدامنا هنا اهوت، بيبعتها لكل النودز، كل واحد هيبعت لاولاده في التري دي. كل واحد هيبعت لاولاده في التري دي.
وكل نود قالت اه انت ابويا ماشي، بس انا ايه ما عملتلكش اوكي، ما عملتلكش اكنولجمنت للالكشن لسه، هيرد عليه في الاخر خالص. طب لو في اكتر من الكشن اتعملت في نفس الوقت مفيش مشكله، ايه المشكله؟ نفس البروسيس شغاله، دي الكشن ودي الكشن، بس الحقيقه الانيشيتور اوف ان الكشن المفروض يحط الاي دي بتاعه فيها، بحيث مثلا نشوف مثلا لو في اثنين الكشنز مين فيهم اللي تكمل، يعني انت نمره خمسه وانا نمره سبعه، انا بدات الكشن وانت بدات الكشن، خلاص الاي دي بتاعه اكبر، هو الكشن بتاعته اللي هتكمل، والخمسه ديت هنطنشها. يبقى انا لو نود وجالي تو مسج من خم تو الكشنز شغالين في نفس الوقت، وانا كنت بدات رديت على الكشن معينه ولقيت الكشن ثانيه جايه في نفس الوقت، ابص على الاي دي بتاعها صغير، لا يبقى نطنش الالكشن ديت مش هكملها، وهفضل مكمل في الالكشن اللي هي بتاعت الاي دي الكبير. يبقى احنا في الشابتر بتاع الكوردينيشن بدانا اتكلمنا في الاول خالص على سينكرونايزنج الكلوكس، كلوك سينكرونايزيشن، وبعد كده هو اتكلمنا على اللوجيكال كلوكس وشفنا منها لامبورت لوجيكال كلوكس وشفنا منها الفيكتور كلوكس، بعد كده اتكلمنا عن ميوتشال اكسكلوجن، وختمنا في الاخر خالص بمجموعه من الالكشن الجوريزمز. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.